الاهلي يفوز على الاسماعيلي بثنائيه مقابل هدف واحد، فوز صعب رغم ان النادي الاهلي ادى اداء جيد في بعض الفترات، فترات كبيره، ولكن الشوط الثاني كانت المباراه سجال بين الفرقتين، وتمكن النادي الاهلي من انهائها لصالحه 2-1. ولكن يعني عايزين ندي تحيه خاصه لمصطفى شوبير الشوط الثاني. مصطفى شوبير حافظ للنادي الاهلي على مكسبه النهارده. كابتن شريف الف مبروك فوز النادي الاهلي. مبروك. الحقيقه فوز صعب. مش صعب ولا حاجه، يعني ضربه الجزاء اللي جات لك غيرت شكل الهدفين اللي انت جبتهم، اهم حاجه ان انت كان عندك تصميم على انك تجيب الجول الثاني. وده اللي احنا دايما بنتكلم فيه، هدف واحد لا يكفي مع اي فرق. في حاجه؟ لا، ما هو السيناريو انك جبت الجول الثاني. لا، هدف واحد في اي مباراه لاي فرقه في العالم لا يكفي. حتى امبارح لما اتفرجنا ريال مدريد قدمت ورجعت اتاخرت ورجعت اتعدت. لا، ما فيش ضمان لاي مباراه انت بتلعبها. بالظبط كده. مفيش اي جارانتي غير ان انت اسمك الاهلي والسكواد بتاعك والفرق الثانيه بيبقى يوم العيد بتاعها. ان هي بتلعب قدامك فبتلاقيهم فول باور، بتلاقيهم مركزين قوي، بتلاقيهم يهمهم اليوم ده قوي ان هم يطلعوا بشكل جيد جدا حتى لو خسروا مباراه، انما يكون فيهم كذا لعيب شد الانتباه او حصلت اي حاجه يدوهم الاعذار ان هم خسروا. زي النهارده مثلا يعني حصلت حكايه طرد، حصلت كره زي دي اتشطت، وزي ما انت قلت نجم المباراه شوبير يصدها بشكل في وقت قاتل. بالظبط. يخليك الاشباح بتلف حواليك في الماتشات كلها اللي فاتت، اللعيبه نفسها بتنزل النص لما بيحصل عليهم ضغط، حتى واللعيبه اللي قدامك تانيين 10 بتحس ان هم بيخافوا على المكسب. خوف على المكسب ده بحد ذاته بيحتاج الثقه الزياده، الثقه الزياده لقينا ان في تغييرات حصلت، في عدم تمركز جيد جدا في نص الملعب، او الناس اللي نازله لازم يكون عندها تعليمات بالمكان نفسه، تعليمات بالتحركات نفسها. النهارده في حد ما حدش خد باله منه، يمكن انا قعدت اتفرج عليه على طول، ناقل لي الملعب الناحيه الثانيه، محمد هاني. محمد هاني النهارده بيحل كل مشاكل نص الملعب، بيمسك الكوره بتلاقيه راح واخد متحرك لقدام مطلعينه. لو الناحيه الشمال بتخش وراس الحربه بتاعك بيتعاون او بيعمل سويتش او بيعمل اي حاجه في المنطقه دي، كان هيبقى عندنا جول واثنين وثلاثه. التفكير السليم زي اللي حصل من امام عاشور خلاك في المرتبه دي، خلاك في الوجود ده. جول حلو قوي. كلنا قلنا لازم صحيح. امام يريح، مش عشان امام احنا خايفين على امام وبنوفره، لازم بيرستاو نفس الشكل ننزل في الحته دي. رضا سليم برضو مش عشان بيرسي مش كويس، لا برضو محتاج انت كل يومين ماتش، محتاج ان النص ساعة دي هو اولى بيها بيرستاو. حقيقة عندك النهاردة ضغوط كتير قوي على اللعيبة ومباراة متلاحقة، من حق المدرب ان هو يغير ويعمل كل الاشكال اللي هي محتاجة عنه. يغير بقى فلان، يغير ايرلندي، هو صاحبها وهو المسؤول الاول والاخير، لان هو اللي عارف طبيعة اللعيبة اللي عنده كلها شكلها ايه. في ناس الحمد لله انها بتتعافى وبترجع وبتديك امل تاني انك انت الشكل الطبيعي والاداء الطبيعي بتاعك يبقى موجود على فترات من الملعب، ولكن هتيجي، لان مش معقول اللاعب بيرجع من الاصابه هيبقى فول باور. يعني حسين الشحاته النهارده لحد ما شكله كويس، لحد ما بيتعامل مع الكوره، لحد بعد ما فتح نفس النهارده، وانت عارف يعني ايه فتحه نفس للعيب، وجري في الملعب والحمد لله خرج تمام، ويقدر يعمل غزوات بعد كده، ويقدر هيبقى عنده مسؤوليه كبيره، لانه خلاص اللي كان بيعتمد عليه مستر كولر اتعور في الفتره اللي فاتت، فهيرجع حسين الشحات لمكانه تاني. التفكير بقى زي ما عملنا النهارده ضربات ثابته شكلها كويس قوي، لازم كمان نفكر في العرضيات بتاعتنا هتبقى شكلها عامل ازاي للريسيفنج، للاستقبال. يعني احنا طول عمرنا بنكسب الفرق ازاي؟ بالعرضيات. اذا كان علي معلول او شريف عبد المنعم او مصطفى عبده او ايمن شوقي، كنا بنجري والخطيب يوقف في النص. طول عمر النادي الاهلي
استاذ في حكايه ازاي يبعت الكره من بين العرضيات الباكين وتحصل العرضيات. طب النهارده عندنا عرضيات كتير قوي بس ما عندناش المنطقه جوه مليانه بالناس اللي هي بتستقبل او بتفكر يكون عندها الوجود. يعني ما ينفعش اللي احنا بنتكلم فيه ان اكرم توفيق يبقى هو الانسايد رايت. ليه؟ لانه حاسس بفراغ في الحته دي فبيحاول يملى، يحاول يكون ما فيش ما عنديش انا مشاكل عندي هناك في ناحيه الشمال، اعمل مساعده هنا واعمل هيلب ادام انا قادر بدنيا، ادام هو بدنيا قادر وبيعمل كل حاجه من حقك تتحرك، بس برضه يبقى عندك التزام دفاعي عشان كل كره بتترد علينا انا محتاجك في الحته دي اكتر ما محتاجك في الشكل اللي انت في الماتش اللي قبله جبت جول فيه. فبتبقى بحساب، يعني كل لعيب بيبقى عنده حساب في تحركاته. ولكن انا النهارده انا شفت ثقه بترجع لعيبه كتير قوي، تحركات واعيه جدا، لعيبه عندها ثقه انها تخش جوه ال 18 تجيب ضربه جزاء تشوط تجيب زي الجون اللي جابه امام امام عاشور. حاجات كتير قوي متنوعه النهارده قدام فريق كبير على فكره. اللي يقول لك ده ما ينفعش الاسماعيلي يبقى في المركز ده على الشكل اللي احنا شايفينه ده، المفروض علامه استفهام كبيره قوي. انت كلاعيبه الاسماعيلي انتوا لازم تكونوا في مكانه ثانيه خالص على هذا الاداء، ولو لعبتوا بهذا الشكل في كل المباريات اللي جايه اعتقد هيكون ليكوا وضع ثاني وشان ثاني في جدول الدوري. فمبروك ولينا حديث اخر، وهي دي الكوره على فكره. والفرق المصريه مش سهله، كل واحد خايف على مكانه، كل واحد بيحارب عشان حق مشروع ان هو انت هتلاقي هذه وانت عليك ضغوط. ماتش الاهلي غير ده غير طبعا. وانت عليك ضغوط كبيره قوي صحيح. يعني انا هرجع واتكلم في المباريات اللي احنا هنلعبها، يا ريت ياجلوا لنا ماتش من الاربعه دول لو امكن، وده طلب يعني طلب اللعيبه دي. اديكوا شايفين مش هيقدروا يلعبوا كل 48 ساعه. هو كابتن مديك اسبوع قبل الماتش. لا لا هو حته ضغط الماتشات الاول، يديني اسبوع ولعبنا يعني 10 ماتشات. ما انا هلعب اربع ماتشات في 10 ايام يا بلال، يدينا اربع ماتشات في 10 ايام. ممكن حد يتعاون نتكلم على الاربعه الاربعه في 10 ايام. 10 ايام يعني ما فيهاش رحمه بالفرق يعني. فالف مبروك واللي جاي ان شاء الله ان شاء الله. كابتن اسامه الف مبروك للاهلي يكرر فوزه للمره الثانيه على الاسماعيلي في الدوري. لا طبعا يعني في النهايه هو فوز مستحق في مجمل اللقاء. الشوطين تباينوا في السيطره والاستحواذ والخطوره على المرمى وكميه الجري. احنا قلنا النادي الاهلي محتاج الجون الثاني عشان الاسماعيلي ييأس شويه او يحس انه الامور خلاص اتصعبت. والاسماعيلي طبيعي احنا قلنا هينزل عشان 1-0 نتيجه مش مطمئنه بالنسبه للاهلي، والاسماعيلي هيجازف، وده فعلا اللي حصل. ومصطفى شوبير اللي يعني عمل مباراه كبيره جدا النهارده في اول دقائق الشوط الاولاني شال انفراد من عبد الرحمن مجدي حلوه جدا. وفي اخر دقائق الشوط الثاني لا طبعا ما انا بقول لك توقيتات، لكن دي كانت قبل ما احنا نجيب الجون الثاني. فالاسماعيلي نزل ضاغط علينا الشوط الثاني بيحاول يوصل، مصطفى شال الكره دي، انت ابتديت تتحول ثاني وابتديت تسيطر ورحت بكره او كورتين، واحده لوسام بس استلم فيها وحش. بعد كده الهدف الثاني الرائع لامام عاشور، ترقيصه ثم تسديده في الزاويه البعيده من الزاويه من الناحيه العكسيه يعني حطها باتقان. يعني الهدف ده برضو ما يقاس الاسماعيلي بس ادالك انت اطمئنان، يعني 2-0 غير 1-0 خالص. السيطرة ما بقتش تماما للنادي الاهلي، ابتدت السجال بين الفرقتين صحيح. وهم بيخاطروا وعايزين يعوضوا، وانت بتلعب على هجمات مرتدة ولكن ما كانتش بتكمل. ابتدى امام يتعب، ابتدى بيرسي يتعب شويه، وسام ابتدى يتعب شويه، حتى الراجل ابتدى يعمل تغييرات يعني ما اديتش مردودها على طول. ونزل مودست ورضا سليم في الاول ما كانوش لسه بالحاله المميزه يعني اللي كان عليها بيرسي تاو وسام وامام ثم كوكا والسولية عشان يسيطر على وسط الملعب، لان حصل تعب شويه الاكرم حصل تعب. فابتدت الاستحواذ يجي لك، ولكن البنالتي جه مفاجئ يعني السيطره كانت ابتدت تروح وتيجي، البنالتي جه مفاجئ هدف دي 73. طبيعه الحال انت هتتوتر،
وطبيعه الحال كل ما الوقت يضيق والنتيجه قربت الاسماعيلي 2-1 انت هتقلق على الهدف مزبوط. وهو هيبقى عنده مخاطره اكتر صح. فده اللي حصل لغايه لما مصطفى طبعا في الدقيقه الثانيه من الوقت الضايع شال واحده يعني صعبة. كانت خلاص هتنهي الماتش على 2-2 غالبا يعني صح. فالنهارده في ناس ادت بشكل كويس قوي يعني الجبهه اليمين كلها اللي هي فيها محمد هاني وامام عاشور وبيرسي تاو سواء الشوط الاولاني او حتى الشوط الثاني كانوا بيتحركوا كويس قوي وعملوا هجمات كتيره وحتى امام لما كان بيروح هنا الناحيه الثانيه بس طبيعه الحال عشان راجع من اصابه طويله ابتدى جهده يقل مع طبعًا. الوقت وكنا كلنا متوقعين ان هو يتغير فطبيعي يعني الناحيه الثانيه حسين الشحات لما نزل عمل حيويه وواضح جدا انه مشتاق للعب عمل هجمات كتيره احيانا كانت بتكمل احيانا ما بتكملش في ناس محمد هاني عمل ماتش كويس في ناس كتير عملت جهد ولكن الاسماعيلي برضو يعتبر على قد الظروف اللي هو فيها عملوا ماتش كويس ولكن النهايه النتيجه عادله ان النادي الاهلي يطلع كسبان الماتش لانه اكثر خبره هو اللي عنده فرص اكتر في اللقاء هم اللي لعبته كانوا يعني في معظم الشوطين هم اللي كانوا افضل لكن تحيه برضو للنادي الاسماعيلي انه طلع بالنتيجه دي ورغم انه في لعيبه كتير صغيرين والناس مش عارفه اساميها قوي يعني عمر السعيد لعيب كويس قوي طبعا عبد الرحمن مجدي محمد ناصر السردباك اللي اتطرد اكتر من لاعب مخلوف اللي في نص الملعب كذا واحد يعني فلكن النادي الاهلي استحق الفوز في الاخر يعني كابتن عادل الف مبروك فوز مستحق للنادي الاهلي ودي عاده مباراه النادي الاهلي والاسماعيلي دايما الاثاره لحد اخر المباراه اكيد اكيد النهارده الاهلي كسب 3 نقاط وكسب 3 لعيبه كمان كسب الـ3 نقاط بتاعه المباراه النادي الاهلي النهارده لعب منطقيه وزي ما قلت انا قبل الماتش انا يعني حاسس انه اللعيبه هتلعب اقتصاديا يعني اقتصدوا في المجهود كتير قوي والرجوع 3 لعيبه مهمين زي مروان عطيه وزي حسين الشحات وزي امام عاشور دي حاجه كويسه للنادي الاهلي النهارده ده المكاسب الحقيقيه للمباراه والمكسب الكبير احمد مصطفى شوبير النهارده يعني مصطفى شوبير بيواصل تألقه يعني خلاص يعني وصل لدرجه اللي هو ما بتخافش على حراسه النادي الاهلي خالص وفي امان يعني النهارده انقذك في اخر دقيقه كانت هدف اكيد وقبليها كتير قوي ولكن في اخر الموضوع انك انت النهارده لعبت بتوازن لعيبه كتير قوي كانت كويسه النهارده يعني اكرم توفيق النهارده يعني كان بيقوم بواجب افضل واحسن من المباراه اللي فاتت بس بيعمل مجهود زايد عن حد ما هو بص هو امكانياته في قوته فلما بيعمل كده اكرم توفيق دائما يعني بتحس ان هو لما الامر بتبقى محتاجه بتلاقيه يعني هو لعيب يعني المباراه اللي فاتت خد احسن لاعب عندنا على الاقل عمل هدف جاب الهدف الثالث وكسبك لكن في الاخر انت بتتكلم في مجموعات اللعب النهارده كانت ممتازه يعني تتكلم على المجموعه اللي ورا كانت منعم و ورامي والناحيه الثانيه هاني والناحيه الشمال علي معلول ادوا اداء مميز اداء كويس يعني اداء في ظل الوقت ده والاجهاد ده لانه الرباعي ده ما اتغيرش من المباريات كتيره بقى له مباريات كتيره لكن ادوا اداء كويس قوي. خش على المجموعه الثانيه بتاعت نص الملعب ادائهم كان متميز ولكن كان في حته صنع اللعب شويه يمكن انت بتتكلم على النادي الاهلي دائما لازم يحط واحد في وسط 2 قويين. ما ينفعش تحط 3 مع بعض اقوياء، يعني الوظائف واحده، لا انت بتبقى متنوع في وسط الملعب، والنهارده كان في تنوع، التنوع كان ما بين اكرم توفيق ومروان عطيه وامام عاشور، كان عنده حريه الهجوم، حتى امام عاشور النهارده تالق وراح جاب هدف من الراحه النفسيه اللي بيشتغلها في وسط الملعب، شايلينه في وسط الملعب الاثنين لعيب، يعني لما اكرم يبقى امام كويس معناها ان اكرم ومروان عطيه شايلينه في وسط الملعب وشايلينه بصوره كويسه. الناحيه الاماميه كلها كانت جيده جدا وسام اثبت ان هو فرد بيهد الفرقه يعني بيجري كتير قوي يتحرك كتير وبيروح وبيشتغل حته لسه برضو عنده حته التحركات الواعيه انه ممكن
في امتى يجري وامتى يقف والحاجات دي، لكن دي هتيجي مع الوقت ومع اللعب. الفيرود ساعات لعب كتير قوي وهتبص تلاقيه هداف من التراس العالي قوي. بيرسي تاو رجع شويه لمستواه ودي حاجه كويسه، عشان كده بقول لك من المكاسب كمان بيرسي تاو النهارده. الناحيه الثانيه عبد القادر اللي زعلت عليه، علشان عبد القادر بقاله فتره متالق. عبد القادر ثلاث ماتشات اهو داخل في مستوى عالي قوي، مظبوط مستوى عالي قوي، وانا بتمنى من عبد القادر انه اتمنى عليه انه يلعب 4-5-6 ماتشات ورا بعض، لانه لو لعب 4-5-6 هياخد احساس المباريات وهيلعب ومش هيتعور كتير يعني. ورضا سليم لما نزل اداؤه كان برضو اداء جيد واداء متميز، والتغييرات كانت جيده جدا. وادي خدت الثلاث نقاط، لانه انت لكم في عون كولر وفرقته صحيح ولعيبه النادي الاهلي، بجد عينيكم فين وبتبصوا على ايه وعندكم ماتشات ايه وبعدين بتخرجوا لايه يعني. كابتن ايمن حيره، المدربين دايما يمكن تحسها لو وقعت فيها اكتر من موقف، يعني لو وقعت انك انت بتلعب في اسيا في افريقيا مثلا وبعدين تطلع تلعب في مباراه دوري وبعدين تروح تلعب كاس عالم للانديه وبعدين تروح تلعب لمباراه في افريقيا وبعدين ترجع تاني للدوري المصري وبعدين انت النادي الاهلي ما لا رجع عليك، وان واي مكسب 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 بس يعني. وبعدين لما تبقى كسبان 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 وتعمل ماتش متوسط او ماتش مش كويس، الناس بتقعد تتكلم عليك مش جاي. عايزه شخصيه قويه لاعب النادي الاهلي ومدربين وجهازه، لانه شخصيه الاهلي كبيره قوي، شخصيه كبيره، والصعوبه في انك انت بتخرج من بطوله لبطوله الله يكون في عونهم وانت يعني بتلعب على مكسب بس. ما انا بقول لك ليك هدف واحد انك تلعب على مكسب ده بس. في حاجه كابتن ايمن، في حاجه مهمه قوي والله، يعني ده احساسي ويمكن انتوا تقولوا لي صح ولا غلط، ما في فريق بيلعب النادي الاهلي الا بيبقى عنده هدفين كمدرب وكلاعيبه، ان اقعد طول السنه اكسب الاهلي طبعا، وكلاعيبه اظهر نفسي طبعا، ولانه ده ماتش الموسم وناس كتير بيتفرجوا عليه. مش ده يمكن انا غلطان، لكن انا بحسها، انا حاسسها قوي. فمبارياتنا صعبه جدا. طب بقول لك انا عاوزك، بدعوك انك تتفرج، مش هقول اسماء فرقه بتلعبك دلوقتي في الدوري، بص تلاقي اداء عالي قوي، عاوزك تشوفها الماتش اللي بعده مع فرقه متوسطه زيه او فرقه تحت زيه. والله لو اتفرجت على ده طبيعي من زمان يا كابتن عماد. انا بقول خد بالك في العالم كله، ايوه في العالم كله طبعا. ما انت بتكلم يا بلال على نقطه مهمه قوي، حتى مباراتك اللي بتلعبها فيها مجهود كبير طبعا. صح. يعني انا مثلا في مباريات خلي لعبتي، انا هلاعب فرقه في المتوسط فاقدر اجمح جماح لعبتي الفرقه المتوسطه، لكن انا لما باجي بلاعب النادي الاهلي اللعيبه هي اللي بتنطلق، عايز تعمل وعايزه وعايزه وعايزه، فالماتش ده بيبقى صعب. ما هو دي ضريبه البطل يا عادل. ايوه انا فاهم، زي ما بلال بيقول هتلاقي الفرق لما تلعب قدام ريال مدريد أوكي. قدام برشلونه غير لما يلعب يعني بعض. دي بتجهدك. وعادل كمان بيقول انا بتكلم والظروف كمان والظروف دي بتجهدك يعني الظروف المحيطه بيك. يعني في فرق بتروح تلعب فرق بجد ماتش سهل جدا صح، وما بيجروش 3 كيلو صح. صح. بيجوا قدامك يجروا 12 و13 كيلو مظبوط. دي بتحصل لك انت ايه، انت كل ماتش على كده، وبعدين الضغط العصبي على اللعيبه، وبعدين بتتخبط كتير قوي، مش ضرب كوره لا، بتتخبط بالكلام والسوشيال ميديا والحاجات دي كلها، فانت لازم تبقى شخصيتك قويه. وبعدين انت عندك 10 ايام 11 15 يوم ونروح نلعب فاينل افريقيا، فاينل افريقيا اللي هو انت رايح تلعب فرقه قويه بالظبط. الترجي فرقه رجعت، ترجي يعني الترجي بتاعت الثلاث سنين اللي فاتوا مش دي خالص، لا ده الترجي الجديد اللي بيعرف يدافع، بيعرف يكسب، بيعرف يقف، اللي بيعرف ينرفزك، اللي بيعرف يطلع اللعيب عن شعور. عن شعوره، ودي حاجه مهمه جدا. فانت النادي الاهلي بتعدي بمراحل كتيره قوي، واحنا بنبقى قاعدين كلنا كل الناس اللي بتتكلم بتبقى قاعد ونتكلم ونقول الفرقه دي، الفرقه النهارده مش حلوه، الفرقه النهارده الموضوع صعب جدا. بعدين بتدير كمان الاداره بتاعت لعيبه كتير قوي نجوم بتبقى فيها صعوبه. يعني في اخر الامر انا عايز بس اتكلم في نقطه ايه، احنا في وقت
النادي الاهلي في الثلث الاخير من السنه ده الحصاد بتاعه. لو راح لو ما مشاش عامل زي الجراح، لو الجهاز وكل اللعيبه ما اتعاملتش في الموضوع كويس قوي، هيحصل يعني هتروح في حتت صعب عليك جدا، لانه بطوله مهمه جدا ال 12 دي مهمه لينا جدا عشان كاس العالم ما بعد كمان. صح، يعني الكابتن عاد بيتكلم طبعا على البطولات اللي احنا بندخلها كنادي اهلي، بس النادي الاهلي مطالب بالفوز بكل البطولات. صحيح. يمكن انت قلت يا كابتن بلال يعني مش ممكن هنكسب كل الماتشات. صحيح. اكيد هيجي وقت الماتش دوت مش هتكسبه ولا كل البطولات. ولا كل البطولات. بس انت بتبقى عايز ايوه 100% من اداء بالظبط. بس انت بالزبط. بتدور بص احنا جمهور محللين حتى المدير الفني حتى اللعيبه كمان ما بيبقاش ساتسفاي من 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 الملعب، يخرج من الملعب الا اذا كان اداؤه 100%. ما خد بالك، ما انا ممكن اعمل كل المجهود عشان الكره تخبط في العرض صح تطلع بره، كره مثلا تخبط في لعيب تاني فرقه تانيه وتيجي جول، انا أي. عملت كل حاجه أي. لكن هنا التوفيق وعدمه، لكن انا اشتغلت خلاص. يعني مثلا يعني جوارديولا هو بيتكلم على ماتش ريال مدريد قال لك احنا عملنا كل حاجه، بس هي دي كره القدم خلاص. مش ممكن اصل لو انت النهارده فرقه سيطرت بالظبط، هاجمت ورحت وضيعت وحطيت الكره في العارضه وكره وانفرادات وعملت كل حاجه ومسكت المباراه كلها وحجمتها واستحوذت وبقى ليك ايجابيه على المرمى وفي الاخر خلاص خرجت بركلات الترجيح السلام عليكم والسلام. هل ده مش وارد في كره القدم؟ وارد بالعكس، دي حلاوه كره القدم، مش بس مش وارد، حلاوه كره القدم. صحيح. في فرق بتعمل ايه؟ في فرق دايما قدراتها وامكانياتها وشخصياتها بتوصلها دايما للنهائيات. ما ينفعش نقول حلاوه كره القدم في 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 الدور ال 32 ناس يعني او في الجروب ستيج ما تظبطش ليه؟ او تلعب كويس ما تاخدش بطوله. لا بالظبط كده، لا وكده تلعب كويس تاخد بطوله ده يعني ايه؟ يعني تاخد الكره معاك بيكم خد بالك قصدي يعني ايه؟ او تسجل شريط سيدي هيا وتقعد تتفرج عليها. لكن المتعه في المكسب طبعا. المتعه بتبقى دايما المتعه الحلوه قوي في المكسب طبعا، مكسب مع اداء يبقى حاجه سوبر ستار، لكن انت المتعه الحقيقيه في المكسب ده اللي متعودين عليه في النادي ولما بتاخد بطوله. بس خد بالك ما انت برضو في اوقات لان كره القدم دي انت مش حاجه كمبيوترايز يعني، ده انت لعيب بيتعور ولعيب مود وحش ولعيب ما نامش كويس ولعيب عنده برد ولعيب جاله شد ولعيب مش النهارده يعني متغيره بشكل كبير جدا. طبعا ده انت النهارده بتدخل الماتش بتقول ايه؟ بتدور على حاله اللعيبه النهارده رقم واحد، خد بالك حاله اللعيب رقم واحد، ثم المدير الفني رقم اثنين والتشكيل والخطط والنمط الادائي والاستراتيجيه بتاعته في الجيم، لكن انت مش هيعمل لك كل ده الا لو اللعيبه كلها الحالة. في حاله جيده جدا. انت لو لعيب واحد بس كان بره ادائه او بره حالته الطبيعيه يفقدك بطوله، يخليك تخسر بطوله. يعني النهارده ممكن لابريسي تاو النهارده مش شايفه احسن واحد، فاهم قصدي؟ فده ممكن يغير لك سير ماتش، فيغير لك سير بطوله، فتروح الكره مثلا يعني يجي يوقفها كده فتطول منه، فاللي بعدها يلعب الكره فتيجي جنب العارضه فيبقى مود وحش في الماتش، خد بالك، فيخرج بره خلاص، ما انت مش هتقدر تسيطر عليه، فاهم؟ فبيبقى مطلوب من المدير الفني يتدخل بسرعه، يتدخل الناحيه دي ويحاول ان هو يكلم اللعيبه ويشجع اللعيبه من بره ويحاول يغير في الاداء ويغير كمان في بعض اللعيبه، بتغير لك سيستم جيم كامل. يعني انا النهارده ممكن اغير لعيب يغير لي يخليني انا كمدير فني أسلوب اللعب. اغير اصلا اسلوب اللعب، فاهم قصدي؟ يعني انا النهارده مثلا لو انا النهارده بلعب وعلي معلول مش موجود معايا مش هيغير لي سيستم اللعب. بعض اللعيبه مش كل اللعيبه طبعا، بعض بقولك لعيب واحد أي. ممكن يغير للمدير الفني السيستم اللي بيشتغل بيه. صحيح. مثلا يعني انت النهارده بتعول على علي يجبرك على طريق. طبعا يجبرك طبعاً على تغيير طبعا، يعني غصب عنك انا النهارده عندي مفتاح اللعب ناحيه الشمال أيوة مش موجود مزبوط. هتعمل ايه مزبوط. فبالتالي انت كمدير فني مطالب غير. منك عشان لعيب ممكن تغير السيستم طبعا انك تغير لا مش ممكن انت اكيد هتغير السيستم أي. فاهم قصدي لان انت بتعمل ايه؟ علي بيطلع فبيجي اكرم توفيق تحتيه فانت بتلعب بثلاثه افلات في نص ملعب فلا علي مش موجود هتلعب باثنين هتلعب براس حربه متاخره وبتلعب ب10 فهتعتمد على طرفين الملعب فالباكين ممكن ما يزيدوش الناحيه هتغير افكارك كلها كل الحاجات فدي وخد بالك دي من متع كره القدم يا كابتن ايمن خد بالك الاهلي فرقه كبيره وعنده مشاكل عنده مشاكل طبعا مشاكل في 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 المباريات المتلاحقه طبعا. بس خد بالك هي الفرقه الكبيره سؤالي هنا بس نقف هنا يعني هي نقطه الاهلي دايما عنده نجوم كبيره حلو
وعنده نجوم كتيره. كثره النجوم دي المفروض بتسبب مشكله للمدير الفني ولا بتدي له افضليه؟ لا افضليه طبعا، افضليه، افضل المفترض تدي له افضليه. انا هقول لك على حاجه، مين من 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 اللاين فورورد بتاع النادي الاهلي ما لعبش السنه دي؟ كله لعب، كله لعب بلا استثناء، كله لعب بلا استثناء. ليه؟ هي الفرق الكبيره كده، دي طبيعتها، انك هتحتاج كل اللعيبه اللي بتلعب يعني خاصه في الخط الامامي. يعني لو جيت بص كده على مثلا على لعيبه النادي الاهلي، كهربا الاحتياطي، كهربا، مودست، رضا، شحات، عمر كمال، السوليه، واحمد نبيل كوكا، انت ما عندكش غير سنتر باك واحد. ايوه. وما عندكش ولا باك. صح. لكن عندك سبع هجوم، هي الفرق الكبيره كده. وانت بتشتري دايما بتفكر في ايه؟ انا عندي اثنين سنتر باكس او عندي اربعه كفايه، لكن بحتاج قدام في كل مكان ثلاثه، ممكن ثلاثه، بتحتاج في راس الحربه ممكن اربعه. ليه؟ لان انت الفرقه دايما بتعتمد على الهجوم. تمام، عايز تسجل اهداف دايما. ما انت قلت نقطه برضو مهمه فضل. جدا يا كابتن بلال، يعني انت تطرقت مثلا لعلي معلول. حلو، كويس، مع احترامنا لكل اللي موجودين. تمام، انما ما عندكش البديل اللي ممكن يعوض لك علي معلول في غيابه. طبيعي حتى الان. طبيعي، لان انت قلت بنفسك لما علي معلول بيغيب عن الفريق لاسباب، ممكن فكر مستر كولر يتغير. طبعا استراتيجيه أكيد. مستر أكيد. كولر تتغير. أكيد. فأنت عندك لعيب زي علي معلول ممكن يغير لك فكرك كله. طبعا علي معلول مهم جدا في الفريق. حل. وانت بتتكلم على ايه؟ ظهير ايسر. اه، ولكن هو بيخدمك وليه دور هجومي كبير جدا جدا جدا. اه، بس انت ظهير، ده انت بتبني عليه. طبعا خد بالك، ما كابتن ايمن مصر، احمد بلال غير ايمن شوقي غير اسامه عرابي غير كابتن غير كابتن، كل واحد يعني ليه ميزه، له امكانيات مختلفه عن التاني. ماشي، فاهم قصدي؟ فانا النهارده دي كواليتي لعيب. هل النهارده في 100 باك ليفت في ما هو في كام باك ليفت في مصر كلها؟ في 18 باك ليفت اساسي. لا مصبوط. بس هو عنده كوكا ممكن يبقى باك ليفت، وعلي معلول. لا 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 لا، يعني عنده زي ما ايمن قال كده، عنده ككوتش يقدر يترجم اللعيبه دي في اماكن جواكر. انا فاهم. لا انا بتكلم فيها يا كابتن شريف، بتكلم يعني ممكن كوكا وعلي معلول قدامه في نص الملعب. دي حاجه ثانيه. انا ممكن ما فيش علي معلول، ممكن كوكا يبقى باك ليفت ولعبها قبل كده. يعني انا بتكلم في دي. لا لا، انا بتكلم في حاجه ثانيه يا كابتن شريف، انا معاك في دي طبعا. يعني هو المدير الفني اكيد يعني لو في عنده مشكله هيبقى في بديل، لكن انت امكانيات وقدرات وكواليتي اللعيب نفسها، انت بتخليك انت كمدير فني تفكر بشكل مختلف. يعني انا النهارده مثلا لو ما عنديش واحد للامثل، خد بالك، ما انا ممكن يبقى عندي رايت باك زي محمد هاني كده بيلعب 50-50، يعني بيهاجم ويدافع، لكن علي بيلعب باك ليفت، ليفت باك، وبيلعب مثلا 70 هجوم 30 في الحته الدفاعيه. فبما انا كمدير فني بقوم عامل ايه؟ بقوم مرحل وجايب لعيب تاني من نص الملعب من الاثنين السته او الثمان، يعني السته او الثمانيه واحد منهم، بقوم مرحله ومخليه يعمل التغطيه في الحته دي عشان ما يبقاش عندي مشكله في الحته الدفاعيه. انت خد بالك؟ فبالتالي بعمل ايه؟ بقوم لاعب ثلاثه فلات. ليه 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 مستر كولر بيلعب ثلاثه فلات في معظم الاوقات؟ عشان بيعتمد على طرفين الملعب بتوعهم، بيعتمد على هاني وبيعتمد على علي معلول. لانه لو لعب باثنين ميدفيلدرز مع واحد 10 والاثنين الاثنين الباكين اللي عندنا بيخرجوا الاثنين بيلعبوا، هيبقى عندك مشكله كبيره جدا في طبعا مشكله كبيره جدا في التغطيات. لان انت عشان مين اللي هيغطي في الحته دي بقى؟ هتضطر انك تجيب سنتر باك يغطي مكان علي، فهتسيب الحته دي فاضيه، فيبقى عندك مشاكل رهيبه جدا. عشان كده في معظم الاوقات اللي علي معلول موجود فيها، تمام، بيلعب الراجل بثلاثه في نص ملعب. غير كده بيغير، ولما يكونش موجود علي بيلعب باثنين، ويلعب بمجدي قفشه اللي هو اللعيب رقم 10 بالنسبه له، لانه بيغير طبيعه اللعب. تمام، فالنهارده لا، الاهلي كفرقه طبعا بسكواد النادي الاهلي زي ما اقول لك كده يا كابتن ايمن، لا السكواد ده احسن سكواد في افريقيا، يكسب اي حد. تمام، وفكره ان انت عندك نجوم كتيره في أيوة. الماتش، انا كمدير فني لازم انا اتعامل معاها. بالعكس، السؤال ده رد عليه، يعني السؤال اللي لا يا كابتن بالعكس تبقى افضل. انا شايفها افضل للمدير الفني. للمدير الفني ولا مش افضل؟ خد بالك، هو الفرق الكبيره. بص افضل الفرق الكبيره. بلال فضل. هو انك تتوفر عندك لعيبه مميزين دي رقم ميزة. واحد، لان المدرب ما يقدرش يلعب من غير لعيبه طبعا، والفرق الكبيره اللي بتلعب على بطولات ما تقدرش تلعب من لعيبه. اللعيب هو رقم واحد طبعا. اللعيب طبعا. هو رقم واحد، ولكن في مدربين بيعرفوا يقودوا عدد كبير من النجوم، وفي مدربين كل ما يكتر معاهم عدد النجوم يلوس اكتر.
يحصل له مشكلة أكتر. أنا هلاعب ده ولا لاعب ده ولا غير ده ولا هردي ده. في مدربين بتروح منهم الموضوع ده بيهرب منهم. بس هو الطبيعي والمنطقي إن طبعا لما يكون عندك وفرة في اللعيبة المميزين وفي الأماكن وكده ده أحسن لك، وبالذات في الفرق اللي بتلعب على بطولات كتيرة. يعني يعني نفهم من كده إن إحنا نقول مثلا المدرب اللي بيعرف في أوضة اللبس طبعا هو اللي يقدر يبقى عنده يستفيد من الميزة دي، والمدرب اللي هو مش قوي في أوضة اللبس طبعا فالمشكلة الكبيرة دي بتأرقه. دي حقيقة في كرة القدم. بس أنا عايز أقول نقطة مهمة في الحتة دي يا كابتن عادل، معلش هو مش معنى يكون عندي نجوم يعني كلهم إيكوال، تمام؟ وانت بتشتري يا كابتن ايمن بيبقى في استراتيجيات للانديه الكبيره تحديدا. ايوه. بتشتري ايه؟ بشتري رقم 1 90% او 9 من 10. ماشي. رقم 2 8 من 10. ماشي. خد بالك يبقى رقم 2 عارف ان هو رقم 2. ماشي معاك. فاهم قصدي؟ ماشي. طبعا. عشان ما يحصلش هنا اصلا معلش انا كلاعب كمان لو انا النهارده مع انا وكابتن ايمن زي بعض نفس القدرات والامكانيات، تمام؟ مفيش فروقات ما بيننا، ما انا هتضايق لو انا ما بلعبش. مهما كلمني المدير الفني. تمام. لكن لما يبقى في فرق حتى كمان فرق لو ايمن اصلا موفق يعني اكتر مني فيبقى في فرق واضح ما بيننا احنا الاثنين، فبقى انا رقم 2 مستني فرصه، خلاص انا قاعد مستني فرصه. تمام. انما انت بتبقى مشكله لما يكون عندك 2 قريبين جاهزين وقريبين جدا من بعض. بس انت يعني الانديه الكبيره هي الانديه الكبيره هي اللي تستحمل دي، صح؟ طبعا. طب بس وهو في شراب اللي بره الانديه الكبيره قوي اللي في العالم عمرهم ما بيبقى عندهم سوبر. ده اللي بقوله يا كابتن. 16 17 لعيب. طب كابتن والباقي كله اقل وبيجيبوه من القطاع عنده. ماشي. ما عشان كده انا بقول يا كابتن وانت بتشتري عشان بيحطوا كل واحد في بروازه. يا كابتن امان عشان كده بقول لك وانت بتشتري لعيب، انا عندي لعيب سوبر ستار ناحيه الشمال مثلا حسين الشحات، وانا بشتري واحد اقل من حسين الشحات شويه، تمام؟ ليه؟ عشان ما يبقاش عندي مشكله انا كمان كمدير فني، واللعيب كمان ما يبقاش عنده مشكله. طب. يعني انا ما بشتريش 2 ايكوال، يعني مش هجيب واحد سوبر ستار وعندي حسين الشحات هداف الدوري مثلا هو احسن لعيب في الفرقه واقول لي ده اقعد ده احتياطي. بس لازم اراعي الاعمار. صعب على اللعيب. خد بالك وصعبه جدا على المدير الفني. بس حسين الشحات عنده كام سنه دلوقتي؟ لا ما اقصدش لا هو بيقول مثلا وانا بدي المعايير بس. لا انا بدي مثال. انا هجيب حد. هجيب حد لحسين. للتحضير يعني. للتحضير. بس في طريقة ان انا اختار كمان اللي يشيلني، يعني في احنا بنمر بظروف صعبة جدا. صح. بالضغوط دي كلها، بالاصابات دي كلها، فلازم اللي جاي ده كمان اكيد هيلعب. ما استحالة. طبيعي. استحالة مش هيلعب. حلها ايه بقى يا كابتن شريف؟ يا كابتن ايمن حلها ايه لما يبقى عندي مثلا 5 زي اللي قدام كده؟ حلها ان انت كنادي اهلي وانت بتلعب، انت زي ما انت بتقول كده انت بتلعب 3 ماتشات في الاسبوع. ايوه. فانت النهارده ممكن يبقى الموضوع ده بقى خلاص يعني بالاتفاق مع مدير الفني، انت تلعب النهارده، تلعب بكره، لا الماتش الجاي مش هتلعب، الماتش ده هتريح، طب انا احتاج العب لي 50 دقيقه، العب لي 60 دقيقه، لا انت تلعب النهارده مثلا 45 دقيقه. المديرين الفنيين احيانا بيتكلموا مع اللعيبه قبل الماتش مش على دكه البدلاء. بس خلي بالك ايوه بالظبط. لا مش لعيبه كتير طبعا كابتن، انا معاك انا فاهم طبعا مش لعيبه كتير. حته ثبات التشكيل بالزبط. يعني خلينا نتكلم على فرق اوروبا. ريال مدريد مثبت تشكيله ولا برشلونه ولا المان سيتي مثبت تشكيله طول السنه، بيخرج منه 2 وبيرجعوا 2. صحيح. وعنده 1 أو 2 بيبقى جوكر بيلعب في كل مكان. بس دول علشان عندهم انضباطيه في الدوريات بتاعتهم وعارفين البلاد من اول السنه لاخر السنه. انت مشكلتك الحقيقيه في ايه؟ انك بتعمل 2 أو 3 فتره اعداد في السنه. انت بيخلوك ما تلعبش 25 يوم ويلعبوك كل 3 أيام ماتش. يعني في مشكله في الحته بتاعت البرامج اللي بتتعمل وحته الرزلامه بتاعت الدوريات. الدوري نفسها طبعا. فهو الفكره في ايه؟ الانضباطيه في المجموع كله هو اللي بيخليك تعمل صرح كويس في كره ماشي. القدم. ماشي. طبعا ماشي يا كابتن. خد بالك يا كابتن ايمن برضه في حاجه نقطه مهمه، انت مشكله كمان، انت مشكلتك هنا في مصر كمان ان انت النهارده اولا الجو سيء جدا بيساعد على الاصابات. تمام. الملاعب سيئه جدا بتساعد على الاصابات، فاهم قصدي؟ ترتيبات الماتشات مسابقه نفسها بتساعد على الاصابات. فانت النهارده خلاص انت كنادي كبير بتبقى مجبر انك تجيب لعيب اي كلاس، فاهم قصدي؟ علشان غصب عنك اللعيب دي هتقع منك في وقت من الاوقات. طبيعه اللعب في افريقيا نفسها تساعد جدا على الاصابات. فالموضوع صعب مش سهل. صحيح.
طيب نروح نشوف المؤتمر الصحفي لمستر كولر ونشوف مستر كولر قال ايه بعد المباراه. Gute Chance hat dann in der ersten Halbzeit, wo unser Torhüter Ufer hervorragend gehalten hat. Und zweite Halbzeit, ja, haben wir eigentlich schlecht angefangen, weil wir gedacht haben, ja, das geht dann von alleine und es wird dann schon irgendwie passen. Wir schießen dann das zweite Tor und ja, ist dann so weitergegangen, ne, dass wir Elfmeter noch verursacht haben und dann 2-1. Dann hat der Gegner natürlich wieder Energie, versucht nochmal alles und ja, das ist dann immer schwierig. Also das sind eigentlich unnötige Situationen, die wir auch besser noch in den Griff bekommen müssen, dass wir mehr Ballbesitz haben, dass wir ruhiger spielen und weniger Hektik in unserem Spiel bringen. احنا بدأنا الماتش كويس جدا، ضغطنا بشكل شرس جدا على المنافس، بدأنا نضغط كويس، تقريبا زنقناهم في نص ملعبهم طول الشوط الاولاني بنخلق فرص. كان ممكن ان احنا الشوط الاولاني نتقدم 2-3، كان شكلنا كويس قوي الشوط الاولاني، لكن في نفس الوقت المنافس برضو قدر يخلق فرصة من هجمة مرتدة انقذها اوفا ببراعة. خلص الشوط على كده، نزلنا الشوط الثاني للاسف اول 5 دقائق في الشوط الثاني كنا نازلين مش كويسين خالص ومش مركزين، لان اللعيبه للاسف استسهلت الماتش وبدات تحس كده ان المواضيع هتمشي لوحدها والدنيا ماشيه كويس وسهله، وفجاه كده دخلنا الماتش مش ما دخلناش في احسن حاجه. عقبال ما بدانا نخش في الشوط الثاني الحمد لله ربنا كافئنا وجبنا جون حلو جدا. فضلنا بقى متحكمين في المباراه تماما، بنحاول ان احنا نخلق فرص، بنحاول ان احنا نقرب من الجون، لغايه فجاه دخلنا برضو المنافس تاني احنا في المباراه مره تانيه بضربه الجزاء. فمواقف بتبقى الواحد بيقول انها فعلا بدون داعي بندخل المنافسين او مدخل نفسنا في مشاكل وبندخل نفسنا في ضيقه في المباراه او بنصعب المباراه على نفسنا بدون داعي. فالمنافس طبعا جاب جون من ضربه جزاء فبدا يخش في الماتش، بدا يجيب له طاقه، عايز يتعادل، عايز يضغط، فماتش الكهرب كده شويه. احنا كان في الاوقات دي المفروض ان احنا بنمسك كرة اكتر، بنبقى هادين اكتر، بنتحكم في رتم الماتش اكتر من كده، ودي دروس لازم نستفاد منها في الاوقات دي من المباراه. الماتش كده كهرب شويه في الاخر، ولكن الحمد لله خرج ببر الامان. كاتولي غدا في دي بونتن اهم ميزه عند مستر كولر ان هو جعل هناك تنافسيه شديده ما بين كل لعيبه النادي الاهلي، يعني حتى الناس اللي بتيجي من بعيد زي احمد عبد القادر، زي مصطفى شوبير، اكرم توفيق، كلهم متالقين. لكن يبقى السؤال اللي محير جمهور النادي الاهلي وعلامه الاستثناء هي انتوني روبست. متى سيتالق انتوني روبست؟ Sie sind wirklich ein besonderer Coach, denn sie sind, schreiben Geschichte hier, machen alles richtig. Man lobt sie auch dann, dass trotz dann die Müdigkeit und trotz die intensive Spiele, die wir haben, die haben das gut gemanagt. Die haben von jedem Spiel, nehmen sie, was sie wollen. Sie haben auch Konkurrenz zwischen die alle Spieler im ganzen Kader. Gibt es dann starke Konkurrenz jetzt zwischen allen. Wir haben gesehen Abdel Eder, wir haben gesehen Akram, dann wie sie zurückkamen, wie sie jetzt spielen, obwohl sie weit waren. Das ist natürlich dann, das muss man loben, dass es so läuft. Es bleibt aber die große Frage, Anthony Modest. Wann werden wir einen guten Spieler sehen? Beziehungsweise wann wird er wirklich die Leistung zeigen, die man erwartet? Ja, ich finde es gut. Also wir hatten natürlich 6, 7 verletzte Spieler, die auch vorgängig öfters gespielt haben. Und das ist natürlich gut, wenn Konkurrenzkampf ist. Es ist auch gut, dass die, hat er richtig gesagt, dass die, die länger weg waren, jetzt auch wieder mit dabei sind. Aber dass die, die verletzt waren, halt auch noch ein bisschen mehr Rhythmus brauchen. Jetzt ist bei Toni ist auch so, dass ich finde das nicht korrekt, weil er auch schon gute Spiele gezeigt hat bei uns. Und wenn er natürlich reinkommt, noch 10 Minuten, ist
ist natürlich schwierig, ja, und es ist hektisch, es ist nervös, der Gegner hat ein Schusstor gemacht, das ist dann natürlich schwierig. Das kann man in 10 Minuten kann man das eigentlich gar nicht richtig beurteilen. أنا بتفق مع حضرتك جدا في النقطة دي. كمان احنا يعني سعداء جدا بعودة المصابين السبعة. الفترة اللي قبلها كان في صعوبة ان احنا ازاي ناخد من كل الماتشات اللي احنا عايزينه أحسن أكتر استفادة ممكنة رغم غياب سبعة لعيبة كتير جدا، لكن حاولنا ان احنا نستفيد قدر الإمكان. دلوقتي السبعة رجعوا فبقى في منافسة أقوى كمان، فده مفيد لينا جدا. اللعيبه كمان اللي راجع من اصابات طويله محتاجين وقت، وده باين النهارده، محتاجين فورمه، محتاجين رتم ماتشات، ده لسه هياخد وقت شويه، مش كلهم على نفس الجاهزيه، بس احنا بنجهزهم ان هم يبقوا كلهم مستعدين. فبتفق مع حضرتك في النقطه دي. بختلف مع حضرتك بس في نقطه انتوني مودست. انا مش شايف ان زي ما الناس بتتكلم طول الوقت بشكل سلبي، في تسليط دايما بشكل سلبي عليه، لكن هو في ماتشات كتير عملها كويسه، عمل حاجات كتير كويسه، حاجات بنطلبها منه بيعملها في ارض الملعب زي ما احنا عايزين في بعض الماتشات. بالنسبه للنهارده هو نزل وقت قليل، نزل وبعدين بعد ما نزل بشويه صغيرين الماتش الكهرب، فما كانش فيه الماتش كان فيه حاله تسرع وفي حاله لخبطه، فما كانش عنده الفرصه ان احنا نقدر نقيمه النهارده بشكل جيد. لكن هو كان ليه برضو بعض الماتشات الجيده مع حتى لو الناس كتير مش شايفه ده. Migratulieren dann für den Sieg heute. Das Derby zwischen Ahli und Ismaili war immer das größte Derby dann in Ägypten nach Ahli Zamalek. Wir haben gesehen, dass die Spieler, die nicht gespielt haben oder lang gespielt haben, haben am Ende trainiert nach dem Spiel. Aber Kahraba hat das abgebrochen und kam raus. Wir wollten nur wissen, ist ihm etwas passiert oder Verletzung, oder wir wollten nur... Nein, also ich habe jetzt auch nicht gesprochen, jemand auf meinem Knie hat er was gespürt und ich musste jetzt mit dem Chef hier direkt reinkommen und konnte nicht... ما لحقتش اتكلم معاه. شفت فعلا هو خرج ما قدرش يكمل، كان واضح ان في مشكله عنده في انكل رجله، لكن ما لحقتش اتكلم معاه لان الاستاذ المراقب خدني وقال لي لازم فورا حالا نخش المؤتمر الصحفي، فخدني من ايدي ما لحقتش حتى اتكلم مع اي حد ولا مع الدكتور، وجيت حضرت المؤتمر الصحفي ما اعرفش حاجه. ما لحقناش خالص. Gratuliere auch für den Sieg. Wir haben intensive Spiele in nächster Zeit. Wir haben intensive Spiele in nächster Zeit und danach dann kommt die Finale dann Champions League. Bestimmt werden die Spieler auch viel Gedanken machen dann über Finale von jetzt an. Wie werden sie das in den Griff bekommen, dass die Spieler nicht über die Finale jetzt denken? Wie werden sie das schaffen, dass die Spieler nicht... El Guna. Das ist das nächste Spiel. الجونة 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 هو الماتش اللي جاي. مرحبا بكم مرة تانية أعزائي المشاهدين. لينا تعليق أكيد على كلام مستر كولر، وطبعا يبدو سعيد بالمباراة وقال خلاص أنا ماتش انتهى، هبص للمباراة الجاية بتاعة الجونة. قدمنا مباراة قوية وسعيد بعودة بعض اللعيبة وظهورهم بمظهر جيد أو بمستوى جيد. شرفنا الآن زميل العزيز احمد فوزي الحديث عن اداء حراس المرمى النهارده. مساء الخير والف مبروك. مساء الفل. الحمد لله والله يبارك في حضرتك. الحمد لله على الثلاث نقاط. دخلنا نفسنا في قصه كده زي اخر خمس ست ماتشات، بس الحمد لله مصطفى شوبير كان عندها بفضل الله سبحانه وتعالى. قلقت في الاخر. بصراحه اخر ربع ساعه بعد التعادل كان الماتش يقلق ويخوف الى حد ما. البينالتي قرب الماتش شويه للاسماعيلي وصعب الامور علينا شويه. يعني هو مش قربه، هو خلى الاسماعيلي اصلا للامانه الاسماعيلي كان ند قوي سواء الشوط الاول او الثاني، للامانه الواحد يقول ليه واللي عليه، فداهم حماس وروح اكتر شويه طبعا. على العكس يمكن احنا ضيعنا كتير، روحنا باربع فرق، احنا ما ضيعناش على الجول بس بنوصل 3-4 وكل واحد بيأنن في الكوره فبتتقطع 3-4 بيبقوا اتضربوا، فدي مشكله كبيره عندنا، خلت اللعب في 70 يارده بالنسبه لنا وخلت المساحات عندنا في الدفاع واسع شويه، يعني ده تعقيب صغير، انما الحمد لله على الثلاث نقاط. اتكلم في الجزء بتاعي يمكن بعد المباراه انا كتبت على طول ان مصطفى مان اوف ذا ماتش وهو يستحق، وتكمله لمستواه الهائل في الفتره السابقه نتمنى له التوفيق، ومش هقول له ستوب، لا ده انا هقول له استمر وكمل وعايزينك تبقى احسن من كده كمان،
يمكن النهارده بيبان انه اسد بصراحه، حتى البنالتي الله اكبر لمسها، هو نزل سنه بدري بس لمسها. فيعني الحمد لله لما تيجي تتكلم على ست كور محققه منهم ضرب الجزاء يشيل منهم واحده، فانت يعني ما شاء الله تتكلم في مثلا 85% 84% نجاح منقطع النظير للامانه، لان في حاجات وصلت النجاح كان في حاجات راس براس يعني في ثلاث كور في الجيم راس براس، يعني انا والمهاجم وبلعبه وبيلعبني هنبين كل حاجه بالكلام صحيح. فنبتدي مع اللقطه الاولى في الدقيقه الاولى. كابتن شريف اتفضل حضرتك، عايز تقول انا بس على ضربه الجزاء دي انا عايز اعرف حاجه من حارس المرمى، هل هو مفروض يتحرك مع استيميشن من عنده ولا مع بعد ما الراجل اللي بيسدد يسدد؟ طيب يعني هل انت تاخد استيميشن؟ اللعيبه معروفه اولا، بمعنى كل حارس بيقابل الفرقه اللي قدامه بيبقى متوقع 1 2 3 4، دول اربع لعيبه بيعرفوا يشوطوا ضربات جزاء، فانا بنسبه 70 80% بذاكر كل واحد بيحط فين. الاغلب واحد زي عبد الرحمن بيشوط قوي جدا، سواء بيحط على يمينه او على شماله، بس في الغالب بيحط على شماله، على يمين عبد الرحمن او على شمال الحارس. فمصطفى راح كويس قوي، بس هو حطها في النص. مظبوط، هو حطها في النص عبد الرحمن غير، فهو عشان نزل بدري سنه صغيره لمست ايده. فالاستيميشن ده بيتحدد يا كابتن على حسب متابعتي للعيبه اللي انا بواجهها. يعني انما لو بتلعب بطوله وانت ما بتعرفش اللي قدامك غالبا بتبقى فيها تكهنات وتوقعات ثانيه. ايوه، نرجع للدقيقه 25، اول كره في المباراه وصلت لمصطفى شوبير، كانت كره طوليه من عبد الكريم ناحيه الشمال، راحت الشامي كمل معاه وشوبير. هنا يعني هي الكره بس مش باينه في الاول، شوبير بيتحرك من بدري، كره نص الملعب وشوبير بيجري من قبل من عند نقطه البنالتي، هي الكره مش باينه من هنا، بيجري من بدري جدا، فمتوقع الكره رايحه فين وعنده قراءه للملعب وتركيز كويس جدا. في ناس هنا تقول لك طب هو ما مسكش ليه؟ هو لو مسك هنا اطلع بره. لا، في حاجه، لا في نقطه مهمه جدا، هو هنا بيعمل ايه؟ بيعمل ابعاد للخطوره، انما لو مسك هيبقى بتمسك خطوره، هنا حد بيديك لغم، فانت ترمي اللغم ولا تمسكه وتخليه معاك. الكره ممكن تقع منه في احتكاك وممكن الحكم ما يحسبهاش فاول فتخش، فهو عمل الصح والتصرف هايل في ان هو قدر يغطي ورا الخط ويلعب السهل الممتنع وفي الاخر خد فاول. كان عنده قرايه كويسه جدا للكره دي، عشان كده بقول لك هي ما بنتش يا كابتن الكره من هنا، ده هي ملعوبه، هي ملعوبه من نص الملعب، كان هو بيجري فكان متوقع الكره رايحه فين، وعشان كده قدر يتعامل. هي برده مش هتبان من هنا، هتبان من اول ما الكره نزلت، ولكن بص قبل ما الكره تنزل كان هو فين؟ معدي عند السكس يارد، فده معناه ان هو بيجري من بدري ومتوقع كويس جدا وقدر انه يخلص الخطوره من بدري وياخد فاول كمان، فتتحسب له التركيز اللي من البدايه، لان هنشوف بعد كده الكور اللي جات له وشالها بهدوء كمان. ما انا بقول لحضرتك اهو، لو اتعصب قلش، لو اتعصب وخاف وركز في المهاجم قلش، ممكن هو يلمس قبل او هو اللي يلمس او المهاجم يلمس قبل، عشان كده هو راح بكل هدوء وحطها بالراحه، فقدر يتعامل معاه كويس جدا، وفي الاخر خد ضربه حره مباشره والكره اصبحت لينا مع ان كان المفروض انها تبقى اوت. الكره اللي بعديها على طول يمكن في الدقيقه 33 الهدف بتاع بيرسي تاو، وهنا طبعا هتكلم على احمد عادل عبد المنعم. انا شايف ان الكره مش صعبه جدا يعني للامانه، بس الكره لحد هنا اصطدمت برجل. بص يا كابتن، امتى اقول اصطدمت؟ معلش استنى برجع ثواني، امتى اقول اصطدمت؟ لو الكره عدت المدافع وانا رحت في حته، انما انا لسه بروح شويه يا كابتن، انا خدت بس معلش. انا بس ايه ارتكست أيه. انما لما تيجي الكره من المواجه يعني من الزاويه دي مش هباء، بص هو لسه واقف على رجليه والله تاني، ارجع سنه صغيره سنه صغيره لحد هنا، لحد ما الكره ارتطمت بزميله هو كان لسه واقف على رجليه، لسه ما خدش اتجاه اللعب، فلما الكره ارتطمت وعدت منه خلاص انا المفروض ان انا حددت، هو لسه اهو لحد هنا هو ايه ثابت، خلينا على الصوره دي برضه لسه ثابت على رجليه الاثنين، فممكن يروح ناحيه اليمين، انما هو خلاص كان خد قرار بدري بقى لما الكره ابتدت توصل له كان حرك رجله الشمال، انما طبعا انا شايف ان ردته كانت مش 100% يعني فوزي بالقوة. وبعدين كابتن فوزي اتفضل يا كابتن، وبعدين المسافه طويله بالظبط، هو ده اللي انا بقوله، يعني مش مسافه ضيقه ان غيرت اتجاهها، هو ده اللي انا بقوله لحضرتك بالظبط، ان المساء هو لحد ما عدت من رجله زميله وهو لسه واقف على. بص يا كابتن القصه في ايه؟ انا عايز اقف على رجلي عشان اعرف اترمي في الزاويه اللي راح فيها الكوره، هو لحد ما الكوره عدت منه من هنا هتبانك، هتبان من هنا احسن، ايوه من هنا هتبانك. بص لسه واقف على رجليه، لسه واقف على رجليه، ما راحش هنا، ابتدى يروح امتى؟ لما الكره عدت، كان المفروض يحدد اتجاهها، خاصه انها راحت في نص الجون ما راحتش في البعيد. تمام؟ فالحمد لله.
في الدقيقه 43 دي بقى الهجمه اللي جايه دي فاول. ثواني بص شوبير عايز اوريكم بس في خطوتين هو خدهم في خطوه واحده. مزبوط. خطوه جانبيه برمي تاني ولو اترمى من مكانه مش هيلحق الكوره. عمل ايه؟ خطوه جانبيه. الخطوه الجانبيه دي راح زي بالشمال البعيده وبعديها اليمين تاني. هو خد خطوه جانبيه، الخطوه الجانبيه اللي خدها دي هي اللي خلته هيزق بالشمال وبعدين يفرد اليمين فيقدر يوصل للكوره بكل اريحيه. تحس ان هو وصل بكل سلاسه وبكل هدوء مع ان هي فيها شغل حركات رجلين. ايوه صعب جدا وبنقعد نعلمه كتير جدا للحراس. بس ما تخشش في مصطفى او ما تخشش في حارس مرمى النادي الاهلي. يعني بص يعني تخش. بص مفيش حاجه ما تخش. ممكن لو ما شافش، لو هو مش شايف الكوره من بدري تخش. والله هو شايف من بدري. لو ما كانش شايف من بدري يا كابتن وراح لها كويس على فكره. راح لها كويس. انا بقول لحضرتك حركه رجليه هي اللي وصلته اسرع. الكره دي ردت الناحيه الثانيه بهجمه لينا وبعدين رجعت علينا بانفراد. محمد هاني اتزحلق طبعا زحلقه غريبه راحت. ارجع معايا معلش ارجع معلش ثواني 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 لحد هنا. لحد هنا تمام. هو واقف كويس قوي ماشي. الكره عدت من عدت وعبد الرحمن مجدي رايح. بص هيلعبه ازاي؟ هيروح يلعبه ان هو هيهاجم. عبد الرحمن مجدي هو بيستلم هيطلع لبره. فشوبير هيفكر في ايه؟ هيفكر انها ممكن تتعمل بالعرض. فيرجع خطوتين عشان يقفل الجون. وفي نفس الوقت لو اتلعبت بالعرض يبقى قافل. هنا عبد الرحمن مجدي قفل عليه رامي ربيعه. فبقى التعامل كله ايه؟ ان الكره هتبقى تحت المرمى. ارجع بقى سنه صغيره كده عشان الحركه دي عملها مرتين. هي دي معلش فيها ذكاء من شوبير طبعا. ايوه لعبه. لكن فيها غباء من اسف يعني فيها سوء تصرف من المهاجم يعني. لان هو الدقيقه فاضيه. انا معاك تمام. كان ممكن يعني يحطها في فيها سوء بس يعني هو ما شافش ليه. هو شوبير ثواني ذكي. ثواني هو لعبه. بص يا كابتن احمد طب انا بقول لك ذكي. هو راح ورجع فلما راح ورجع الثاني قال لك ايه؟ طب خلاص هو هيطلع على اللي بره. مظبوط. فقال لك احطها في البعيد. لعب في دماغ. لعب بدماغ. لعب في دماغ. الحركتين اللي خدهم في الاول طمعه والرجوع هو ده اللي خلى عبد الرحمن يحطها في حته. خلي بالك اللي قفل على شوبير. هو خد بالك ده هي كرة خد بالك ملعوبه في حته سهله يعني تمام. لكن الريفلكس هو اللي انا لسه هتكلم فيه. حلو جدا. هو ده اللي انا هتكلم فيه. بص يا كابتن احمد بص رجله الشمال هتقلب ازاي. هو هيعملها في اخر دقيقه. بص ركزوا بس في رجليه الشمال هيقلبها ازاي. هو مش هيترمي برجله الشمال. هو بعد ما لعبه وخلاص وعبد الرحمن افتكر انه طالع بره. بص رجليه الشمال هيقلبها ازاي. هو ما اترماش بالشمال. هو قلب رجله الشمال تحتيه عشان يقع مكانه. عارفين لو حب يترمي يا كابتن يعني لو حب يترمي هياخد مساحه كبيره ومش هينزل تحتيه. انما هو لما قلب رجله الشمال لفوق خلى نزوله في مكان الكوره. بس في حاجه ساعدت بقى مصطفى فيها. الراجل اللي دخل وقفل رامي. على قلت رامي قفل. رامي قلت رامي قفل على عبد الرحمن مجدي. ما خلوش اللي بقى عنده طريق واحد برضو كده. مصطفى شوبير اطمن لطريق واحد. هو كابتن معلم او علي معلوم معايا بعد كابتن. انا مع كابتن بص اللي اتعمل ما خلاش تعمل بالعرض فخلاه يبقى في طريق واحد بس اللي هي شوتنج على مصطفى. بس وانا مع حضرتك تماما. الخطوتين اللي خدهم ورجعهم لا بيلعب مين؟ انا بتكلم على علي معلوم يا احمد. بس انا قلت ان لا دخول رامي ربيع ده كان علي معلول. دخول علي معلول في الحته دي مظبوط. قطع خلى الزاويه. خلى عبد الرحمن انه يلعب بالعرض صعب جدا. خلى عبد الرحمن. وفي حاجه كمان يا كابتن انه يلعب على الجون بس. وفي حاجه كمان بسبب تحرك برضو مصطفى شوبير كان ممكن لو ما اتحركش بالاسلوب دوت كان جاب الكوره بايده الشمال بس الكوره ما كانش هتقف تحتيه. هتروح الناحيه الثانيه. برافو عليك. كان الثاني كان حاطها بالظبط. بالظبط عشان كده بقول لحضرتك قلبت رجليه الشمال خلت كل جسمه يبقى متواجد في مواجهه الكره ويقدر ياخد الكره دي. طبعا رد فعل كويس جدا. تحركات بالرجلين كويسه جدا. وفي الاخر تكتيك لقلب الرجل والتصدي للكره ما يعملوش غير حارس مرمى كبير. صحيح. الكره اعتقد كده الشوط الاولاني انتهى. خش على الشوط الثاني. دي الدقيقه 52. ارجع معايا سنه معلش. انا اسف. بص اول ما السرور اتعمل المفروض عبد المنعم. بص على شوبير. عبد المنعم يقطع. عبد المنعم الاول شوبير هيطلع ياخد خطوتين هيلاقي عبد المنعم بيقطع فهيعمل ايه؟ هيقف. منعم قلش هنا بقى راح رايح مفجر نفسه بكل قوه وكل سرعه وعمل بلوك هايل. ارجع سنه شبه جول هاند بول. معلش البلوك اللي هو عمله ده هو طار برجليه الاثنين بيعمل نجمه عشان يقفل اكبر مساحه ممكنه. صح. الجون ده هو الجون الثاني بتاع النادي الاهلي اللي امام هيجيبه. صحيح. وان كان زاويه امام اصعب يعني دي صعبه على شوبير اكتر من زاويه من حاجات نوير دي امام. بالظبط نفس طريقه نوير بالظبط. لا بس انا هقول لك انا بص الاولاني بص التحرك الاولاني كان رايح لا عبد المنعم خد راح واقف
راح مكمل بقى بعد كده خلاص مفيش انا هفجر نفسي وخلاص، وده اللي عمله، قدر فعلا ان هو يفجر نفسه ويعمل بلوك هايل، قفل كل زوايا التمرير على ايه عبد الرحمن. بس فاكر هو شال دي زيها واقوى كمان في ماتش ايه في الفاينل، في الفاينل في لا في, في, في قبل النهائي هناك في الفاينل هنا، في الفاينل هنا في الكره اللي قبل الجول، اللي قبل الجول بتاع قبل الجول بالظبط، هي هي بالظبط، وشالها وشالها بس شالها دي بصدره، لكن دي شالها برجله، شالها بصدره برده بنفس الطريقه. الكرة اللي بعد كده انا بس هنا الكرة اللي بعد كده الهدف الثاني هي هي بقى، بص هنا امام هيرقص الراجل طبعا وقعه كويس قوي، خد تعالى روح طريسه حلو. وبعدين هنا بقى احمد عادل عبد النعيم، بص الفرق بين شوبير واحمد عادل عبد النعيم ايه، انا عايز اجيب بس ممكن ترجع لي سيدنا صغيره، بص هنا وش احمد عادل عبد النعيم هيروح فين، مش شايف الكرة ورايح يقفل وخلاص، ورايح يقفل في اتجاه مش بتاع الكور، المفروض ان انت لما تقفل تبقى مواجه للكور. مزبوط. احمد خد اتجاه يمين سن، خلى الكوره تسيب مساحه في الزاويه البعيده تاني، هي دي هيطلع يجري ناحيه اليمين وخلاص، مش على الكور، عشان كده ممكن لو بيرجعوا بعد اذنك ترجع لي عكس ما شوبيرت عمل مع الكوره، عكس ما شوبيرت عمل، شوبير راح للكوره مواجه بجسمه هنا كله، فالكوره ايه خد، وحركات رجل احمد عادل عبد المنعم ابطا بكتير من حركات رجل مصطفى شوبير، مصطفى خد سبرنت عشان يقفل المساحه وقد كان، طبعا هنا هو في الاول وفي الاخر انفراد، بس احنا بنتكلم على طريقه التصدي. اخر الاول وفي الاخر امام عاشور ضربه الجزاء يعني ماشي كمل، برضو هنا هيبان قوي ان احمد عادل عبد المنعم خاف من الكوره وودى وشه الناحيه الثانيه. انت قلت قبل الماتش، انت قلت قبل الماتش لما تروح لاحمد عادل تأنى اهدى عليه واهدى عليه هتعرف تجيب جول، حصل وده اللي حصل، انت قلتها قبل الماتش. ربنا يكرمك يا كابتن، رافع من على مش قصده مش قصده ماشي. بعد كده ضربه الجزاء، طبعا انا عايز اقول ان ضربه الجزاء شوبير تعامل معاه كويس جدا، بس هو نزل كان لازم يستنى السنه الصغيره دي، بص وعبد الرحمن بيحط، هو كان متوقع دي اللي انا بقول لك عليها، السنه الصغيره دي هيصد حتى لما وقع بدري، لان الكره كانت هتبقى جنبه، بس هو طبعا عمل اللي عليه بنسبه 100% طول المباراه، ولسه هيعمل الاكتر والاكتر، وهيتصدى للكره بتاعه اللي تمنع التعادل، يعني هو لمس، مش اي حد خد باله ان هو لمس اثناء المباراه، بس هو لمس وكان ممكن يطلعها لو كانت مش جزء 100 جزء من السنه، طب صعب قوي. ماشي انا يعني انت صعبه جدا. طبعا الكره قويه خارجه من رجله، سريعه لسه لك الكره سريعه جدا، الكره من رجل عبد الرحمن خارجه قويه، مش ركنا ركنا، لا انا بتكلم كايه كاحمد كنت اتمنى انه يعمل ماشي، انما هو عمل اللي عليه ثالث ومتاز ماشي. اخر كره ماشي، اخر كره، كره المباراه وكره الثلاث نقاط، اعتقد انفراد سهل من هنا، ارجع بس معايا واحده واحده بقى كده عشان ايه نتعلم. وش رجله هنا، هو لحد دلوقتي هو قافل كويس قوي، ما طلعش يهاجم ليه؟ لان رامي ربيعه رايح يواجه. طيب هو هنا قبل ما الراجل يشوط سبت وراح عامل ايه؟ فاكرين لما قلت لكم الكره اللي قلب رجله الشمال عشان ينزل تحتيه، هي هي نفس الكوره، لانها في نفس القوه ونفس المسافه، فكل اللي يقدر يعمله انه يقلب رجليه تحتيه، وقد كان فارق جسمه على احسن ما يكون، قدر يقف في حته كويسه جدا يقفل المرمى بالنسبه للمهاجم، واعتقد انه من احسن كرات شوبير من اول ما ابتدى الموسم في التصدي للشوتينج والانفرادات. كوره صعبه قوي جدا جدا، تحت رجليه قويه، من اصعب من اصعب ما تكون على الحال، فبرضو ارجع واقول ربنا يحفظه ومكمل كمان يعني. إيه؟ ورامي كمل طبعا مع منعم كمل معاه، وهو كمان راح عمل بلوك عليه بالظبط، فطبعا ربنا يكرمه ويوفقه ان شاء الله ويستمر معانا على المستوى ده، وربنا يكرمه بالطريقه دي. اديله نجم المباراه ولا طبعا اديله كام؟ لا حضراتكم اللي هتدوله نجم المباراه مش انا لوحدي، ادينا له خلاص بصراحه يعني، ربنا يكرمه. شكرا يا كابتن، والف مبروك للنادي الاهلي، دايما منورنا، الله يعزك. شكرا يا كابتن. طيب كابتن شريف، مستر كولر اتكلم عن المباراه وابدى سعادته طبعا بالمكسب، عملنا مباراه قويه والفوز اتصعب علينا بعد البينالتي، خلقنا فرص كتير، وسعيد زي ما قلتوا حضراتكم بعوده بعض اللعيبه. بالنسبه للاصابات اللي حصلت عندنا، احمد عبد القادر اشتكى من الخلفيه، اشتكى من العضله الخلفيه. محمد هاني خد كدمه بس في انكر رجله، وان شاء الله باذن الله نطمن عليه بكره، باذن الله تكون كدمه بسيطه ويقدر يلحق المشات اللي جايه. بالنسبه لاحمد عبد القادر هيبان طبعا بكره احمد عبد القادر، بس هو ما زودش وخرج على طول.
لسه كنا بنتكلم يا كابتن شريف على موضوع الاصابات وتتابع المباريات، ويمكن كان الكابتن عادل قال هي المشكله مش في تتابع المباريات، انما المشكله في الوقت بتاع المباريات. يعني انت بتتكلم النهارده، انت يعني ربنا يسهل ويكون احمد عبد القادر الاصابه بتاعته مش كبيره قوي، انت فقدت النهارده لعيب، عندك بعد يومين مباراه ثانيه. هي المشكله مش في ان انا يقع مني لعيب، وقع مش مشكله، عندك ماتش تاني كمان يومين، عندك حسين رجع الحمد لله، عندك رضا النهارده خد. المشكله عندك انك انت في لعيبه ثانيه ما تبعدش عنك، لازم كل واحد ياخد فتره في الماتشات اللي جايه دي كلها، لانك انت محتاج السكواد بتاعك العالي جدا. يعني عندك جميع اللعيبه في الثلاث ماتشات اللي جايين يا ايمن، ان شاء الله تكسبهم الثلاثه باي شكل، تاخد الثلاث نقاط، استراتيجيتك ودوافعك وضغوطك على اللاعبين، وانك انت بتفكر بتركيز واحد قوي ان هم تخليهم يركزوا جدا في ان هم ينهوا المباريات دي بالثلاث نقاط والامكانيه بتاعت النادي الاهلي واللي احنا عارفينها كلها. فالمشكله عندك انك انت ما تبعدش لعيبه هتحتاجها في الفاينل، لعيبه مهمه، يعني لازم نشوف جميع اللعيبه بتاخد في الفتره دي. هي دي. انت كان ليك سؤال تاني في حاجه تانية؟ يعني حته الفتره اللي جايه فتره صعبه جدا، ثلاث ماتشات قدامك في 10 ايام او 9 ايام بعد ماتش النهارده، بتتكلم على اربع ماتشات، الجونه عندك يوم السبت، نتكلم في الجونه موضوع ما هو خلاص مستر كولر قال لك خلاص انا بتكلم في ماتش الجونه دلوقتي، فاحنا بنتكلم على التدوير بتاع اللعيبه في ال 10 ايام. أيوة، او عندك عمر كمال عبد الواحد واكرم توفيق ويسا. يقدر يبقى مكان هاني، ماشي، عندك مكانين اهم. أيوة، ما شاء الله. بس التدوير المستمر في ماتشين ثلاثه جايين ممكن ياثر على اداء الفريق او على شكل الفريق؟ ما انا بقول لك انا محتاج كل واحد في الفرقه ياخده على نص ساعه، 40 دقيقه، 45 دقيقه، 60 دقيقه، 70 دقيقه. انت عايز ترجع بالفول باور وبالنفس بتاع اللعيبه كلها والسبرنتات بتاعتها والبدني بتاعهم يرتفع تاني ويبقى موجود واللعيبه كلها واقفه على رجليها. مفيش لعيب زعلان ما بيلعبش، في مشكله عند بتاع نخش ونحلها، مفيش اي مشاكل خالص تبقى موجوده عندك الفتره دي. انت محتاج كل اللعيبه، محتاج الدنيا كلها تلعب. النهارده لاعب مودست عايز يشوفه، يمكن يحتاجه. يعني هو كل واحد ليه رؤيه يعني وجهه نظر في انه في فتره من الفترات ممكن يلعب بمودست ووسام، صح ولا يلعب بكهرباء ووسام، يلعب بكهرباء وموديس، ما تعرفش ايه الظروف اللي هتخلي اي لعيب زي ما عمل مع موديس النهارده. عايز اشوف قفشه وعايز اشوف الدنيا كلها وكهرباء، يعني لازم اشوف الدنيا كلها النهارده موجوده معايا الماتشات الجايه دي كلها. مفيش حد يبعد عني، لان احنا ما بنكسبش الا بالوحده، ما بنكسبش الا بالروح. هتحتاج اللعيبه دي كمان، الروح بتاعت اللعيبه كلها ما يخرجش مني لعيب بيقول لي انا المدرب لعيب. المدرب مش مبسوط مني. انت فهمت؟ دي اوحش حاجه بالنسبه لي انا كلعيب، ان انا اقع من نفسيا او يبقى في ان شاء الله انت عندك ثلاث مباريات يجوز يكونوا يعني رغم الضغوط اللي علينا دي وكل حاجه يجوز نستفيد منها بهذا الشكل اللي انا بقول لك عليه، ان الكل يبقى ايد في ايد بعض ويخشوا ويرجعوا تاني. ومستر كولر الحقيقه مع يعني معودنا ان كل يوم ليه تفكير وليه فرقه وليه لعيبه دايما بيفاجئنا. كريم فؤاد يعني بص تلاقي كريم فؤاد ده ليه شغل، هو ما بيبعدش، انما هو بيبقى عنده مليون حاجه يعني خارج من مازيمبي. خدت بالك عنده ماتش مع ضد الاسماعيلي، دي شيء مش سهل طبعا، لسه خارج من مازيمبي تلعب الاسماعيلي وبعدين تخرج من الاسماعيلي ماشي هروح على الجونه بعد ثلاث ايام، الحاجات دي مش سهله جدا ولا على اللعيبه. ده يومين وهتلعب التاني. وسام قال لك انا من حظ اي مدرب ان يكون عنده لعيبه تشيله توقفه على رجله. فان شاء الله كل اللعيبه الفتره اللي جايه دي يبقى مركزين تماما للتواصل والاحتفاظ بالنقاط كلها، وكل من نجاح لنجاح انت كمورال حتى اللعيبه بتاعتك تقدر تلعب الريسك بقى، كل لعيب عايز يعمل الريسك. شفت امام عاشور النهارده راجل لسه ما رجعش وبيحتفظ بالكره اهو وعايز يلعبها السليمه قوي، عايز يرقص اثنين ثلاثه ويهزهم نفسيا، عايز يعمل الفنت وراح مرقص الواد مقعده وحاطط. انت بتقول لي احمد عبد المنعم ده يطلق ده ولا حد يجيبه؟ ده احمد عبد المنعم قدامه امام رجل امام عاشور الشمال، يعني لازم ترفع الامام القبعه وهارد لك يا احمد، لان الكره دي ما بتتحققش. ثانيين امبارح ما عرفش يجيبها، ثانيين اللي هو وجاب الاصعب اللي هي الشوطه من بره، انما القريبه دي جات له مرتين ما جابهاش في اول دقيقه في الماتش، جات له واحده هي نفس الكوره يا بلال، هي وحطها في رجل نويل. ف
اللعيبه بالامكانيات بالتالنت انت كلهم محتاجهم الفتره الجايه بدون اسماء، والله العظيم بدون اسماء. كل اللعيبه حطوا ايديكم في ايدين بعض الفتره الجايه دي فترتكم انتوا، فتره النجاح ده هيبقى ليكم انتوا في حد تاني، انتوا وجماهيركم بقى وحبها والتاريخ بتاعكم اللي بتعملوه. عندكم فرصه كبيره جدا ان شاء الله ال 12 تتوجوا بيها، والدوري السنه دي عندكم موسم ان شاء الله يبقى يا رب يا رب يعني طلعوا كل اي حاجه ان شاء الله وينجزوا، طلعوا كل اي حاجه تخرجكوا عن غير الهدف اللي هو المنشود ده يعني. كره امام عاشور لو في مصطفى شوبير كان جابها، ما يجيبهاش مصطفى شوبير خليك معلش يا شوبير لا الكره بتاعت امام عاشور دي خليك فاكر دي كره في حته تانية خالص ده الراجل رقصنا احنا كلنا واحنا قاعدين كلنا قعدنا. بيشرفنا الان زميل العزيز محمد الباز لتحليل ارقام الفرقين في مباراه اليوم. مساء الخير والف مبروك يا محمد. مساء الخير يا كابتن ايمن، مساء الخير على الكباتن، الف مبروك طبعا السويتشنج اللي قلنا عليه من افريقيا للدوري المحلي كان مهم جدا ان هو بدايته يبقى بفوز. متفقين مهما كان مهما كانت ارقام المباراه ايجابيه، اهم حاجه هي الثلاث نقاط والمكسب بكل تاكيد يعني. عشان كده احنا المكسب ثلاث نقاط بتستعرض معانا بقى الارقام الايجابيه، الارقام الايجابيه في كل حاجه يعني. عايز اقول النهارده شويه مفاجات كده يعني، مش هي الاقوى، ولكن بنقول ان الاهلي النهارده وصل ل 26 هدف يا كابتن ايمن. 26 هدف هو كده يعتبر تاني اقوى خط هجوم في الدوري من 12 مباراه يعني. أي. الفرق الثانيه طبعا بنتكلم على البيراميدز المصري مثلا، بنتكلم على 28 هدف في 19 مباراه. ولكن احنا قربنا جدا ان احنا ان شاء الله المباراه القادمه خلاص ممكن نكون اقوى خط هجوم. والاهلي بالمناسبه هو اقوى فريق من معدل التهديفي يعني. أي. بنتكلم على 26 هدف في ال 12 مباراه، احنا دلوقتي فوق الهدفين بالمباراه الواحده يا كابتن ايمن. مظبوط. فهو اقوى خط هجوم واقوى معدل تهديفي حتى الان النادي الاهلي بالنسبه لعدد المباريات، بالنسبه لعدد المباريات، وده لازم طبعا نشير اليه يعني. هقول مفاجاه كمان، بالرغم ان احنا طبعا استقبلنا عدد اهداف يعني في عدد المباريات ل 12 مباراه استقبلنا 14 هدف، ولكن بال 14 هدف برضه احنا الثاني اقوى خط دفاع. ايوه متخيل يعني. اه طبعا احنا مش راضيين على استقبال 14 هدف، ولكن برضو بدانا ان احنا نخش في افضل الانديه من ناحيه الناحيه طبعا الهجوميه والناحيه الدفاعيه. خلينا نستعرض مع حضرتك كابتن ايمن اهداف سوري ارقام المباراه النهارده. فوز مهم طبعا 2-1، ثلاث نقاط مهمين جدا. استحواذ النهارده 58% للنادي الاهلي مقابل 42% للاسماعيلي. بالنسبه للاخطاء، 9 اخطاء وقع فيهم النادي الاهلي، 14 خطا الاسماعيلي. بالنسبه للركنيات النهارده، وده طبعا من اضعف الارقام من ناحيه الركنيات للنادي الاهلي في مباراه يعني. دايما الاهلي بيصل زي ما استعرضنا مع حضرتك قبل المباراه لست ركنيات وسبع ركنيات كمتوسط في المباراه الواحده. النهارده 3 ركنيات، الاسماعيلي ركنيتين وركنيتين كانوا في الشوط الثاني بالمناسبه. بالنسبه للتسلل 2 يعني بالنسبه وقع فيهم النادي الاهلي، التسلل الوحيد للاسماعيلي. بالنسبه للمحاولات التسديدات النهارده 9 تسديدات للنادي الاهلي، منهم 2 بس على الثلاث خشبات. وده برده من اقل الارقام اللي احنا متعودين عليها، رغم اللي احنا شفنا استحواذ كبير جدا، شفنا تنقلات للكوره وباصات وشورت باصس بشكل كبير جدا، ولكن ناحيه الخطوره في التسديدات على المرمى ما كانتش بالمعدل الكبير النهارده، حتى الدقه 22%. الناحيه الثانيه بقى الاسماعيلي، الرقم ده مهم جدا لان الخمسه اللي على الثلاث خشبات 4 تصديات النهارده لمصطفى شوبير، زي ما حضراتكم اتكلمتم النهارده وشرحتم 4 تصديات بس مصطفى لشوبير النهارده، لان الخمسه كانوا اون تارجت يعني 83% الدقه بتاعتهم. الرقم ده هيخلينا نروح لحاجه في النص من اللي هي الاكس جي عند النادي الاسماعيلي قد يصل لهدفين. تخيل ان التصديات اللي شالها مصطفى شوبير النهارده خطيره جدا وشكلت خطوره، مما عكس الاكس جي والاهداف المتوقعه عند الاسماعيلي كان ممكن يصل لهدفين. النادي الاهلي هدف وحيد، لان شفنا احنا التسديدات على المرمى والثلاث خشبات ما كانتش بشكل كبير، رغم ان احنا صنعنا فرص اكبر النهارده، 7 فرص بشكل عام، منها فرصه كبيره محققه بنسبه فوق 99% كان ممكن يتم احرازها هدف. الناحيه الثانيه الاسماعيلي اللي هو 4 فرص. نبص على التمريرات مع بعض، لا كانت النهارده 606 تمريره للنادي الاهلي، منهم 515
يعني بشكل صحيح، وصلنا لدقه 85%. الناحيه الثانيه عند الاسماعيلي كان برضو، وده المعتاد عليه زي ما كنا بنشرح معاك يا كابتن ايمن، ان طريقه الاسماعيلي طريقه الهجوميه وطريقه حتى بيلجا يعني نسب الاستحواذ مش يعني يعتبر جيده، وعندهم نسب تمريرات كويسه جدا 426 النهارده 345 بشكل صحيح بدقه 81%. لجأوا للتمريرات الطوليه النهارده 35 مره، 35 كرة طولية النهاردة لونج بول منها 15 بشكل صحيح ودقتهم وصلوا 43%. على عكس هناك النادي الأهلي كان تمريرات طولية أكتر شوية 48 مرة، 48 تمريرة طولية 18 بشكل صحيح، وصلنا لدقة 38%. العرضيات النهاردة عند الفرقتين ما فيهمش أي خطورة ولا يعني أنا أعتقد ال 11 الكروس عند النادي الأهلي النهاردة بلا خطورة، منهم واحد بس يعتبر يعني تم تسجيل ان هو صحيح او بشكل صحيح دقة 9%، وده من اقل طبعا العرضيات. نفس الكلام عند الركنيات عند النادي الاهلي، العرضيات بالنسبة لطول ال 11 ما كانش فيهم خطورة، ما كانش بتلعب بصورة كويسة ولا بالظبط كان في نقص في عدد المهاجمين في ال 18؟ الاثنين يعني احنا شفنا في طبعا عدم زيادة، وده دايما بنتكلم فيه، ما في زيادة عددية في حالة العرضيات من الكرات المتحركة. النهارده ما كانش الرقم ده، احنا دايما بنوصل ل 25 يعني الاهلي 20 25 عرضيه في المباراه الواحده، ومنها بيتحقق نسب افضل من كده. الناحيه الثانيه اسماعيلي 7 0 ما فيش اي لعب. يعني هل ده بيقول ان احنا النهارده كان في كرات بينيه على الارض بشكل اكبر؟ نعم، وبلس ان احنا عندنا لونج بول برضه اتلعب بشكل كبير النهارده من الاختراقات من العمق او من هاف سبيس اكتر منها من العرضيات. المراوغات دريبلينج النهارده عند الاهلي 25 مره، منهم 15 بشكل صحيح دقه وصلت ل 60%، الناحيه الثانيه 13 فقط منهم 9 بشكل صحيح ولكن دقتهم كانت افضل. تصديات حراس المرمى زي ما قلنا مصطفى شوبير 4 تصديات بشكل صحيح سليم كانوا بيشكلوا خطوره كبيره جدا، الناحيه الثانيه 0 طبعا. خساره الكوره النهارده الاهلي خسر الكوره بشكل كبير جدا 47 مره، الاسماعيلي 43 مره. بدا الاهلي يعمل النهارده الاسترجاع كوره والبول ريكفري بشكل كبير 109 مره النهارده مقابل 103 عند الاسماعيلي. الاسماعيلي كان بيضغط وبيسترجع الكوره شفناها بشكل كبير، ولكن كان في رد فعل سريع من النادي الاهلي في الكاونتر بريسنج، وده هنستعرض منه بعض الحالات النهارده اللي بتدلل على الرقم ده. الاعتراضات النهارده وبعاد الكوره كان في بلوك بشكل كبير وانترسبشن عند الاهلي، وصلنا ل 13 اعتراض، وبعاد الكوره كان من الخلف 14 مره، من ناحيه ثانيه عند الاسماعيلي 11 مقابل 12 مره. ده يعني ارقام المباراه بشكل عام. يعني بنقف بس عند بعض الارقام فيها اللي بتدلل النهارده ان الاهلي كان عنده فرص اكبر مع الاستحواذ وتنقل الكره في نص الملعب، ان هو يخلق فرص اكتر من كده، وده اللي قاله مستر كولر كمان في المؤتمر الصحفي. تمام بالظبط، وده فعلا الارقام بتعكس كل الـ يعني بتدلل فعلا على الناحيه الفنيه بالشكل ده يا كابتن ايمن. بالتالي احنا اعتقد يعني هو بس احنا الرجوع تاني لاجواء الدوري المصري خلاص، هنمشي هنبدا بقى نخش في الاجواء، نبدا نقف عند بعض الارقام ونبدا ان احنا نصلح في بعض الحاجات فيها. معظمها طبعا ايجابي واهمها ثلاث نقاط، معظمها طبعا من الناحيه التهديفيه زي ما قلنا افضل، صناعه الفرص والتسديد طبعا من خارج المرمى محتاجين اكتر، لان عرضت مع حضرتك قبل المباراه احنا جايبين اهداف كبيره جدا كلها يعني 99% من داخل منطقه الجزاء. يعني افضل ارقام النهارده طبعا مصطفى شوبير متفقين، 4 تصديات مهمين جدا لهم يعني تاثير كبير جدا في فوز الاهلي النهارده بثلاث نقاط، ولكن في مفاجاه برضو من اعلى السكور النهارده كان امام عاشور. يعني متخيلين طبعا في امام عاشور النهارده، وانا هقول ليه امام عاشور كان افضل ارقام النهارده، علشان مش بس ان هو احرز هدف، مش بس ان هو كان في دريبلينج كتير النهارده بشكل صحيح. خلينا نستعرض ارقامه، 79 دقيقه النهارده شارك بيهم هدف، لمس الكوره 61 مره ومن اكتر اللعيبه اللي لمست الكوره النهارده، تمريرات 34 منهم 29 بشكل صحيح بدقه 85%. تمريرات المفتاحيه كي باس النهارده كان عنده واحده كانت ليها تاثير كبير جدا، ساهم في الكرات الطوليه كابتن ايمن 4 منهم 2 بشكل صحيح يعني دقه 50%. نكمل بقى، لان النهارده عند امام مش بس الناحيه الهجوميه، الناحيه الدفاعيه عند امام النهارده لعبت دور كبير جدا، وهي في ايه بقى؟ في الالتحامات الثنائيه والمواجهات الثنائيه النهارده. هو اكتر لاعب في كل اللاعبين اللي شاركوا النهارده في استخلاص الكوره والالتحامات، وان هو يستخلص كوره ويكسب الثنائيات بشكل صحيح. يعني احنا ما اعرفش لو الرقم معانا ممكن نستعرضه مع الشباب، ولكن هو كان رقم
كبير جدا. هو 17 بالمناسبه هو 17 تدخل في التدخلات الثنائيه استخلص منها كوره وبشكل صحيح، اعتقد وصلت النسبه لاكثر من 9 و10 اللي هو بدقه كبيره جدا عند امام. هو التحم كتير، كان بيشارك كتير، بيرجع بيستخلص كوره بيسترجع كوره، وده الرقم من الناحيه الدفاعيه اظهرت قوه امام وساهمت في ان هو ياخد اعلى سكور النهارده في المباراه. طبعا السكور بيزد على طبعا ناحيه هجوميه وناحيه دفاعيه ودريبلينج عنده كمان في رقم كمان، وهو من اكتر واحد عمل دريبلينج بشكل صحيح النهارده في 79 دقيقه، رغم طبعا عودته من الاصابه، رغم زي ما قال كابتن شريف طبعا واشاد باداء امام النهارده، وان تغييره النهارده كلنا طبعا في ناس كتير كانت تتمنى ان هو يكمل المباراه، ولكن كان تغيير يعني في حته تكتيكيه وفنيه براحته وهكذا. اهو يا كابتن يعني بص يعني مراوغات 7 منهم 6 بشكل صحيح، ده رقم كبير جدا. وانا عايز اقف اهو الرقم الاعتراضات، عمل 3 بلوك نارد انترسبشن بلس للتدخلات الثنائيه زي ما كنا بنقول 17 مره، وده اكبر رقم من كل لاعبين 10 منهم بشكل صحيح وسليم النهارده. صحيح، ده رقم كان ليه دور كبير جدا في فوز النادي الاهلي بلس الاربع تصديات لمصطفى شوبير. مش هربط المشوار الافريقي بالمشوار المحلي، لان احنا عارفين بالمشوار الافريقي 7 8 مباريات كلين شيت لمصطفى، ولكن هو يبدا بقى ان هو يخش في الدوري والمسابقه المحليه مع عوده امام. مع حضراتكم وصفته بالظبط، ارقام لعيبه جدا. اخر حاجه اقولها في الارقام، تخيل تاني افضل ارقام بعدهم كان مين النهارده؟ كان اكرم توفيق. وجوده النهارده في اخر مباراتين في مركز 6 بتعكس ارقام، بتخليه النهارده يؤدي بارقام كبيره جدا، لان هو تاني واحد بعد امام في التدخلات الثنائيه وقطع الكوره، وحتى في التغطيه ومعدلات الجري النهارده كانت بشكل كبير جدا. ممكن تكون مش بتتوظف بشكل ايجابي اكثر، يشكل خطوره في مساعده لاعبته، ولكن بشكل عام بدا ان هو ارقامه تقول المركز ده بتشير كده في لمبه خضراء بتنور، في حاجه ممكن لو استمر بشكل افضل هدى رتم جري ومعدات جري، او يعني وظفها بشكل افضل. هو بيجري كتير قوي. صحيح بالظبط، وظفها لمساعده التغطيه طبعا اللي احنا بنشوفها في عندنا فول باك ما شاء الله بيزيد بشكل كبير، ده هيساهم بشكل كبير جدا. لفتتين ثلاثه بس بتعكس الارقام بالصور او بالفيديوهات، اهمها النهارده الاهلي ازاي بيضغط بالاربع والخمس لعيبه، بتساعد في الكاونتر بريسنج. احنا بنتكلم في حاله عدم حيازه الكوره النهارده، بتقول لنا ان الارقام بتقول لنا في حاله عدم حيازه الكوره زي ما قلنا استرجاع الكوره وكسب الكوره عند النادي الاهلي ارقام عاليه جدا. وده ليه؟ لان الاهلي بيعمل ضغط شرس جدا باكتر من لعيب، شفناها في اكتر من حاله النهارده في المباراه، بيسترجع الكوره بول ريكفري بنسب كبيره جدا يا كابتن ايمن. يعني ده فرص بشكل كبير كنا بنستعرض مع حضرتك، ان دايما عند الاسماعيلي في حاله تقدمهم لاندفاعهم بيسيبوا مساحات كبيره جدا. هنا في الدقيقه 10 في اخر الدقيقه يعني في الدقيقه 11 كان في مساحه كبيره جدا في خلف المهاجمين هنا يعني كامل. انا بس عايزين نقف عند الكاونتر بريزنج، شوف الضغط يا كابتن يعني هنا الضغط ضغط شرس جدا واسترجاع الكره. دي ماشي خلاص في الدقيقه 10 كانت، انا قصدي اقول هنا كانت المساحه في ناحيه التاو كانت كبيره واسعه جدا، لو اتلعبت اللونج بول بشكل ادق من كده كانت تمكن تاو بالانفراد. هنا اللي بتكلم عليه دايما هنا البريسنج، شفت ضغط في حاله عدم حيازه الكوره، الكوره مع اسماعيل على طول ما نكملش يعني نقف. انا ما اعتقدش يا كابتن ايمن ان احنا كملنا 6 ثواني في الكاونتر بريسنج، استرجاع كوره سريع، بناخد الكوره البيلد اب بقى في حاله حاسس الكوره نبدا ان احنا ننقلها بشكل كبير ونشكل خطوره. يعني خلاص خش بقى في المثال الثاني يا كابتن ايمن في الدقيقه 61، الدقيقه 61 دي شهدت بقى بتوريك الاهلي بيضغط ازاي، حتى كان لسه وجود وسام بن علي، ضغط عالي ضغط شرس، بنكمل لعيبه بتقفل زوايا التمرير بتصعب عليهم، بيلجا طبعا لللونج بول هنا احمد عادل. هنا بقى خلاص الكره بيستلمها طبعا لعيبه الاسماعيلي، تمام. هنا بقى نبدا نشوف الكاونتر بريسنج، كام لاعب من النادي الاهلي بيضغط هنا بالثلاثه واربعه بيقفلوا زوايا التمرير، اعتقد 7 8 يعني ثواني على طول. هنا الكاونتر بريسنج استخرجنا او استرجعنا الكره، خلاص يعني خلاص 4 5 بيضغطوا وخلاص تم يعني استرجاع الكوره وساعات كوره، نبدا بقى نعمل البيلد اب ونبدا ان احنا نتحرك شورت باسس لقدام بشكل كبير. صحيح، هو ده يعني نقطه قوه النادي الاهلي مع مارس الكوره منذ قدومه النادي الاهلي في الكاونتر بيسنج في الضغط العالي واسترجاع الكوره، وده انا بس اللي حبيت اشير عليها طبعا تكمله مع حضراتكم في النواحي الفنيه. شكرا جزيلا يا كابتن ايمن والكباتن، وان شاء الله يعني شكرا مكسب كتير الفتره الجايه، ويعني يا رب ان شاء الله صدرت الدوري بقى مع تكمله العدد المباريات ان شاء الله. شكرا جزيلا يا فاز، والف مبروك دايما بقى ان شاء الله، ربنا يخليك باذن الله. طيب نروح نشوف لقاء خاص مع مستر كولر بعد المباراه ونرجع لحضراتكم مره اخرى.
in Führung gegangen, mussten aber auch dann auch noch Danke sagen für einen Konter, wo der Gegner das gut gemacht hat und Ufa hervorragend gehalten hat. Und dann zweite Halbzeit ja, haben wir ein bisschen nachgelassen, haben aber das zweite Tor gemacht und dann ist dann kommt ja, vielleicht ein bisschen ja, wie sagt man, ein bisschen Lockerheit dazu, oder man ist nicht mehr ganz so gespannt. Und dementsprechend haben wir ja, dann mit einem Elfmeter noch das Anschlusstor bekommen. Und dann ja, ist halt dann immer die letzten Minuten ist dann hektisch, wenn die Gegner nur ein Tor schießen muss und einen Unentschieden holen kann. Und das war heute auch so. Und das ist eigentlich nicht nötig. Da müssen wir alle zusammen noch konzentrierter, noch bewusster und abgeklärter auch spielen. بدأنا الشوط الأولاني كويس جدا وعملنا الشوط الأولاني كويس، ضغطنا بشراسة واتكافئنا من إحنا جبنا جون، كنا ممكن نجيب أكتر، لكن في نفس الوقت أوفا أنقذ هجمة مرتدة خطيرة جدا في الشوط الأولاني للمنافس وأنقذ الشوط إن إحنا نطلع كسبانين 1-0. بعد كده الشوط الثاني نزلنا للأسف أقل شوية، التركيز أقل أو بدأنا نستسهل المباراة زي ما نقول، فخدنا وقت كده عبال ما نخش في المباراة، وبعدين جبنا جون تاني، جون جميل، مسكنا المباراة وتحكمنا فيها وبننتظر ان احنا نجيب فرصة او جون كمان، فبدون داعي كالعادة للأسف في الفترة الأخيرة بندخل المنافس في المباراة بأخطاء بدون داعي وبنتسبب في ضربة جزاء، ضربة الجزاء بتخش بتكهرب المباراة وتبدأ المباراة بعدها بعد ضربة الجزاء دي تتكهرب تماما ويحصل ضغط من المنافس شويه ويبقى في صربعه واستعجال في وقت المفروض ان احنا بالخبرات اللي عندنا نهدي الريتم، نمسك كوره، نحتفظ بكورتنا، نبقى احنا اللي متحكمين في ريتم المباراه، لكن حصل صربعه كده في الاخر تمام، ولكن في الاخر كسبنا المباراه وده الاهم دلوقتي. شكرا. شكرا. كان لكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين، شفنا الارقام يا كابتن اسامه وشفنا تميز في الارقام من النادي الاهلي، ممكن نتكلم الباز عن امام عاشور، اتكلم عن اكرم توفيق، معادله الجري، الكرات المقطوعه، الكرات الخطره على المرمى، التكمله. خليني اكلمك على اداء خط وسط نادي الاهلي النهارده، وهل التفوق النهارده يديك الانطباع ان مستر كوره للماتش الجاي مش هيغير في وسط ملعب النادي الاهلي وهيلعب نفس التشكيل، ولا ممكن يغير؟ لا، هو بنحس ممكن يغير، ممكن يغير على اساس ان في ثلاث ماتشات احنا قلنا جايين قبل ماتش الترجي في الثمان او تسعة ايام، لان احنا لاعبين النهارده وقلنا كل الاربع ماتشات لعبوا في 10 ايام قبل ماتش الترجي، فممكن يغير مش عشان سوء اداء من لعيبه النهارده، ده بالعكس، ده هو النهارده كسب انه مروان وامام رجعوا باضافه ماشي. اكرم لعب الماتش. احنا كنا بنتكلم واحنا بنتفرج على الماتش وانت قلت لي ان اكرم ومروان محتاجين ان هم يبقوا في الملعب لان هم فتره من فترات كانوا بعيد عن الملعب فانت عايز الفتره اللي جايه امام ماشي وامام طبعا ما هو عشان كده بكلمك، هل يبقى في تغيير ولا اثبت؟ بص، هو لسه عنده ثلاث مباريات فيهم امكانيه ليه في حاجات كتيره يعملها. عايز يلعب برده بنفس الشكل الماتش الجاي كبدايه وبعدين يغير ماشي، عايز يريح واحد من دولت من المجموعه دي ويلعب مثلا عمرو السوليه او كوكا او قفشه اذا رجع، وواحد من دول يريح ويلعب مثلا جزء بسيط في الشوط الثاني وبعدين يلعب الماتش اللي بعده ماشي. هو عنده دلوقتي عدد كبير من اللاعبين يقدر يغطي بيهم الثلاث ماتشات الجايين، عشان كده انا قلت لك رغم ان احنا بنقول اربع ماتشات في 10 ايام ضيق قبل ماتش الترجي اللي احنا هناخد قبل 6 ايام، ولكن لو بصيت لنص الكوب المليان هي مفيده لناس كتيره كانت بره ماتشات هيتجهزوا في ماتشات رسميه. صحيح. يعني النهارده مروان عطيه رجع لك، رغم النهارده مروان مش في احسن حالاته، لكن رجع كسليم ولعب 90 دقيقه. امام عاشور افضل بكتير من الماتش اللي فات اللي نزله وقلنا كلنا ايه، كان قلقان شويه، كان بيكش ايده، خايف، ما هو ده النهارده هو ماتش مهم
وماتش اسماعيلي وبتاع لعب فيه جامد ولعب فيه حوالي 70 دقيقه وجاب جون، فده تجهيز ليه. لو مفيش ماتش رسمي هضطر انت تدور على ماتشات تانيه. ما قلناش كده، ما قلنا ايه عدد المباريات بس مضغوط في فتره بسيطه جدا. ماشي انا قلت لك هتيجي هم محتاجين. انا هقول لك بس عشان تجهز لعب يا كابتن اسامه تجهز 12. لا مش واحد، لا مش هجهز 12 ولا حاجه. بص دي. انا قلت لك الخط الخلفي اللي ممكن يكون عليهم ضغط شويه هاي. اللي هو محمد هاني ورامي ربيعه ومحمد عبد المنعم وعلي معلول. هي دي اللي عايزه تتحل لان دول اكتر ناس لعبوا، لكن مروان عطيه بقاله فتره ما بيلعبش. امام عاشور كان مصاب لمده شهر ونص ولا شهر. اكرم توفيق اصلا ما كانش بيشارك في الماتشات اللي فاتت كلها. خط الامام كله مشاركاتهم كانت ضعيفه جدا. احمد عبد القادر مشاركته كانت ضعيفه جدا. وسام ابو علي كانت مشاركته قليله جدا. بيرسي تاو كانت مشاركته قليله جدا، محتاج ماتشات. الناس اللي قاعده بره حسين شحات النهارده نزل. طب بما انك بتتكلم على الخط الامامي نرجع بالكوره دي من الاول، عشان انا كان ليا برضو كلام عن الجول دوت، وكنت بقول للكابتن بلال ان وسام ابو علي حركاته بالعرض كويسه قوي، ممكن يستفيد منه الجماعه اللي بيلعبوا تحتيه او حواليه. صحيح. ما هو ده اللي حصل. هو وسام النهارده ما عملش حاجه خطر كراس حربه من جوه ال 18، بس تحركاته بقى ايوه ماشي. ما هو انا بقول لك هو بيتحرك كتير، هو عنده حيويه ونشاط، بيتحرك على الجنب زي الكره دي. نرجع تاني، يا ريت نرجع للكره دي. الكره دي جمهورنا العظيم ده. الكره دي اولا اتحرك في المساحه الخاليه اللي هي بس اي بس هو بس كده من جوه لبره. نقف هنا اولا. طبعا دي عملت حاجتين، هو اتحرك في جنب وخلى السيرد باك او الباك يطلع معاه، وبيرسي تاو دخل بالزبط للعمق مكانه. بالزبط. احلى حاجه هنا ان هو استلم حلو قوي، استلم حلو بترن وبصاها لبيرسي تاو اللي خد قرار بالتسديد ثم ضربت في المدافع وغيرت اتجاهها ودخلت فهم عبد المنعم. فوسام النهارده بيتحرك ويوم عن يوم ان شاء الله يبقى افضل. ما عملش حاجه خطر على الجون النهارده، لكن حركته فيها نشاط يعني غير يعني زود النشاط في الجزئيه دي. لكن اكتر كمان بيرسي تاو النهارده احسن من الماتشات اللي فاتت بكتير. حركته اسرع بكتير زي ما كان قبل ما يسافر بطوله افريقيا. كان الماتشات اللي رجع بعد بطوله افريقيا شويه كان بادئ هادي. النهارده بيرسي ابتدى سرعته ترجع له تاني. صحيح. وحركته السريعه ابتدت. فتحرك كويس من وسام وتصرف كويس وتمرير كويس وحتى جري للعمق تاني. لكن بيرسي تاو وبيرسي كان واخد القرار يعني يلف ويشوط على طول. صحيح. وطبعا كره القدم هو خد القرار، وانت كره فيها حاجات بتبقى توفيق. فيها توفيق طبعا. وفيها حاجات ربنا كرمه ودخلت هدف. ممكن ناخد الهدف الثاني للكابتن عادل؟ اتفضل. عادل بقى اتكلم براحته نص ساعه. طيب كابتن عادل والكابتن بلال طبعا. والكابتن بلال. طيب ممكن ناخد الهدف الثاني. نتكلم انا وبلال عادل. ماشي اتفضل. ماشي. الكوره مع علي معلول وامام لا 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 هتهالي من الاول معلش هتهالي من الاول عشان هبص على جزء ايوه بالظبط. بس نقف هنا بقى. نقف هنا اتفضل يا كابتن. بص اربع لعيبه من الاسماعيلي وبص امام عاشور راح فين. تحرك جيد من امام فينيسيوس ده اللي هو سبع لعيبه لا انا بتكلم على الاربعه اللي ضربوا ماشي والثلاثه اللي هناك ما ماسكين لعيب واحد. هو لحظه بس بلال في نقطه بتاع ريال مدريد الدياجونال اللي عمله الامام اللي هو الجري الكتري اللي عمله ده. الجري الكتري ده دائما ده اللي بياخده اللعيبه اللي عندهم وعي عالي قوي في حته انه لان الحته دي اللي بتبقى فاضيه دايما. انك تجري قطري كده من ورا اللعيبه تبقى اللعيبه بتتقدم انت بتجري قطري من ورا امام عاشور عملها. طيب نكمل يا كابتن بلال بعد ما لا نرجعها لنا بقى وامام عاشور بيستلم الكوره. ماشي. اوعى تتكلم علي رؤيه هايله من علي ابتدى استلم الكوره هنا يا كابتن يا كابتن بلال. بص علي معلول فيلسوف في الكوره بيحب يعني كويس. حلو لعيب مزاجنجي عارف يا كابتن ايمن؟ صحيح. مش على فكره مش بتكلم على البص نسبه بس في الكوره نسبه نسبه خد بالك انا مش بتكلم على البص بس هي. انا بتكلم كمان على يعني قوه البص نفسها لا قوه البص نفسها انت ممكن اللاعب يديك كوره عشان توقفها خد بالك لازم يبقى يعني محتاج يعني تركيز جامد جدا مش سهوله. انت شفت الجون امبارح بتاع كروس وفينيسيوس طبعا في شبه كوره حلوه قوي
امام عاشور، هي دي الحاجات بقى الفروقات الفرديه ما بين اللعيبه وبعضها، فاهم؟ في لعيب ممكن ياخدها لبره ويشوط على طول، وفي لعيب بيفكر ان هو يرقص، وفي لعيب ممكن بالظبط كده عايز يخش لجوه. يعني الارجح انك ممكن عايز تفكر انك يعني بص بشمالك تقوم قاطم وتروح، انما حته الترقيصه في الزاويه في الحته الصغيره دي محتاج لعيب عنده موهبه وعنده مهاره. عنده مهاره بيعرف يفكر، يعني فاهم قصدي؟ بيعرف يفكر وخد بالك وما عندوش خوف. طبعا الحته الترقيصه دي تقلق انك ترقص بالطريقه دي، عارف ليه يا كابتن؟ لان لو طويله سنه خلاص انت بره الجول. صح. لو طويله سنه صغير انت بره الجول. لو خد بالك قرايته خد بص نقف هنا بس كده. لا هات لي الترقيصه. الترقيصه حلوه قوي. اه الترقيصه حلوه. حلو. لا لا خليه جول تاني، ما جول حلو برضه. لا هل بس انت عارف يا كابتن انا مكانه مش هشوطها كده. الراجل قبل ما تعادل لو انا في الجول لو انا مكانه مش هشوطها كده. لو انا مكانه هعملها براحه كده. بالراحه. شمالي كده بالراحه حطها يا دوب ايه بس يعني. هو امام عنده بص عنده حلو شاط حلو. طبعا حلوه جدا حلو حلو. ما اقولش لا ما هو خد بالك ما هو انا ممكن اجيب جول حلو قوي طبعا تريسه جامده جدا تريسه الفنت حلو قوي قوي امام حاجه امام عنده ميزه في لعبه امام عنده ميزه في لعبه شخصيا تاخير قراره دايما ياخر القرار بتاعه امام حتى أيوه. الجون ده تاخير قرار يعني الترقيصه دي تاخير قرار وبعدين هو هو كمان يا عادل عنده ثقه بوجه القدم ما بيخافش يعني مش اي زي ما بيقول ما بيخافش عنده جرأة عنده جرأة ده في واحده شاطها من 40 يارده طلعت فوق إيه؟ ماشي بس هو حتى يعني من زمان سواء في المنتخب او في نادي الزمالك كان موجود او دلوقتي لما جه النادي الاهلي عنده القرار في التسديد برجله الاثنين ما بيقلقش وما بيخافش هو شوتنج كويس هو شوتنج كويس واثق فيها بس الكون الجون ده الكره اللي جت في وش رجله حلوه دي اولا تكنيك الشوت بتاعه لو يا ريت لو جبتها تاني يا كابتن ال 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 الجون اللي جابه الجون ده السنه اللي فاتت جوان بيرسي تاو في الاسماعيلي هو ساعات بيبقى لعيب بيبقى نقول ساعات بخته عالي على على فرقه معينه عايز بس اشوف الجون في شبه هو في شبه من هداف عايز اشوف الجون بتاع الهدف ده في شبه من بتاع جول مين؟ امام اللي هو اللي دلوقتي ده الشوط اللي جه دلوقتي ده في شبه بتاع امام برضه نفس الدخول ونفس الهدسه ونفس الكره خدوا بالك احمد عادل برضه خدوا بالكوا ارجع كده للجول بتاع خد بالك من امام لكن. لو سمحت ايوه ارجع لجول امام بص ماشي نفس نفس القطعه مع اللعيب خلاص رجعت في الباب طيب فخد بالك يا كابتن الجرأه وعدم الخوف والثقه الزياده تخليك ترقص الترقيصه دي بس خد بالك برضه مش في كل الماتشات وده جول برضه مش في كل الماتشات برضو كل الحاجات تقدر تتعمل فاهم قصدي يعني ارجع لجون امام فاهم قصدي يعني انا ممكن الحته زي دي ارقص واطلع الحته دي كروري ده كروري خد بالك لو جول تاني هيطلع بسرعه ايوه ويقفل عليك أيوة. انت قرايتك لحارس المرمى بتبقى برضو مهمه كابتن ايمن ايوه قرايتك لحارس المرمى نفسه بتبقى مهمه صحيح. لو حارس مرمى تاني ما اعتقدش ان امام ممكن يرقص الترقيصه دي صح. عارف ليه لان حارس المرمى تاني هيطلع يقطع يعني فاهم قصدي؟ لان انت في السكس يارد فانت كمان قرايتك للحارس بتبقى مهمه جدا انا كمان وانا لعيب ببقى خلاص انا بقرا الحارس كويس بيطلع بسرعه ما بيطلعش اخد بالك يا كابتن اسامه يعني ممكن ايه انفراد هزق ولا لا في لعيب فانا ببقى عارف ان الحارس ما بيطلعش فبزق قدامي وانا مطمن ببقى عارف انه بيطلع فبحاول ان انا ايه اكنترول على الكوره يعني بشكل افضل عشان يبقى انا اللي عندي قرار ما بقاش مجبر على القرار ده فهنا هو خلاص هو عنده اريحيه لان خلاص احمد عادل ما بيخرجش فعنده اريحان وهيرقص ويعمل الفنت ويروح زي ما عمل كده ده برضه جول تالت برضه في احمد عادل عبد المنعم برضه ده بيرسي تاو كان لسه جاي دول خمس اهداف في مباراتين المباراه اللي فاتت ثلاثه دي مباراه ثلاثه ايوه والنهارده اثنين يبقى كده خمسه في اثنين اهداف كتيره في يعني تنم عن ان في كلهم على بعض سته وده برضه جول تالت ده برضو برضو برستاو هو برستاو سجل هدفين في الماتش ده على فكره مش كده اعتقد يعني هو سجل هدفين في الماتش ده هو زي ما بنقول كده احيانا بتبقى انت مرزق او مبخت مع في فرق معينه وفي بالظبط في فرق بتحس ان انت هتسجل فيها تحس ان انت الفرقه دي انا مرزق عليها صحيح هتسجل او موفق يعني في الماتش طبعا خد بالك توفيق طبعا طبعا عامل توفيق مهم جدا في الكوره طبعا ونتمنى التوفيق يلازمنا دايما يا رب باذن الله رب العالمين باذن الله تعالى ان شاء الله في كل الماتشات باذن الله باذن الله رب العالمين بس مجملا خد بالك كابتن برغم ان انت
انت الفرقه المجهده الاكثر اجهادا، بس انت الافضل في الملعب. الافضل مظبوط، برغم ان انت المجهد وانت صح. اللي لاعب مباريات استثنائيه جدا ضغوط. وانت اللي عليك الضغوط وانت اللي عندك اصابات، برغم كده انت 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 الفرقه الافضل في يعني مقياس لو جيت تقيس المباراه بشكل عام مجمل، انت مجمل الماتش انت افضل، انت صحيح. احسن صحيح. انت ضيعت فرص الاسماعيلي ضيع، لكن انت كان ممكن الشوط الاول تجيب 3 4 اهداف مستريحه وتنهي المباراه من بدري جدا 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 جدا. مزبوط. شويه تركيز بس في تفاصيل صغيره صحيح. تقدر تخلص بيها ماتش زي ده وتستريح من بدري صحيح. ما تستناش انه ممكن يجي عليك بنالتي او يجي عليك كوره مثلا هجمه مرتده او يعني الاسماعيلي الشوط الثاني ده هدفين، انت كان ممكن تجيب 5 اهداف الشوط الثاني لو في يعني بعض من التركيز، كان ممكن تجيب اهداف اكتر من كده الشوط الثاني. ده برضه الاسماعيلي بيرسي تاو جاب فيهم جاب ست جوال، جاب الاسماعيلي 6 جوال 5 6 جوال جاب 6 جوال النهارده الهدف السادس ده جاب اكتر مني يعني ده جاب ده هداف في موسمين بسم الله ما شاء الله ربنا يزيد ويبارك يا رب. ايه ده جاب جوال ده جاب جوال كتير في الاسماعيلي 6 جوال بالظبط 6 ولا 7 لا 6 جوال وده رقم عالي في عدد ماتشات بسيط يعني 6 في كام موسم وده المهم في ثلاث هو معانا بقى له ثلاث الموسم الرابع أنا وده الهدف اللي هو بتاع ماتش النهارده عايزين بقى هدف امام هيجي بعديها لا مش هيجي بعديه ده واجب لا هو كان عايز يقارن هدف تاو بس لا عادل كان عايز يقارن ما بين هدف جابه بيرسي تاو والهدف بتاع امام عاشور النهارده قال كده مختلفين من ضمن اهداف اعتقد مختلفين يا كابتن عادل وانا بقول فيها اختلاف شويه يقارن بينا الاستوديو الجاي ان شاء الله باذن الله رب العالمين طبعا عادل عادل دي بتاعت انا مش عاوز اقارن دي امام عاشور انا عاوز اوريك حاجه في امام عاشور تكنيك الشوت بتاعه رجله وهو فوق الارض علشان يظبط الشوتنج بص سيبك من دي عدى اوكي ماشي لكن اللعيب علشان بيعمل دقه لازم بيبقى جسمه فوق الارض مش ثابت في الارض بص هيعمل ايه امام اهو النقطه دي هي دي اللي خلته التكنيك بتاع الشوت بتاع امام عشان كده كابتن اسامه بيقول لك امام عنده جراءه امام عنده تكنيك عالي زي لو فاكرين الكابتن خالد جد الله كان تكنيكه عالي جدا صحيح. ما بيشوتش جامد لكن التكنيك حمدة مرادي تكنيكه كان عالي برضه اتفرجت عليها انا كابتن طاهر ابو زيد صحيح اتفرجت عليها لا هم بتكلم على الشويطه انت كنت حريف انت اتفرجت عليها يعني سريعا قبل ما نختم كابتن شريف رجل مباراه اليوم امام عاشور كابتن عادل مصطفى شوبير كابتن اسامه هقول لك ثلاثة لا مفيش وقت لا هقول كابتن انت قعدت عادل ساعة عادل انا ما رضيتش اقول انا ما رضيتش اقول مصطفى شوبير لا بص بجد والله ماشي امام عاشور وهاني ومصطفى شوبير النهارده عملوا ماتش كويس قوي بس نجم المباراة من وجهة نظري مصطفى شوبير كابتن بلال مصطفى شوبير وانا من وجهة نظري مصطفى شوبير رجل مباراة اليوم اذا مصطفى شوبير بالأغلبية هو رجل مباراة اليوم بكده أعزائي المشاهدين بنصل لنهاية الاستوديو التحليلي لمباراة الأهلي والإسماعيلي في الجولة رقم 20 الدوري المصري الممتاز لكرة القدم والتي انتهت بفوز النادي الأهلي على النادي الإسماعيلي 2-1 فوزا مستحقا وعقبال الماتشات الجاية إن شاء الله ألف مبروك للنادي الأهلي والجماهير العظيمة وبالتوفيق زي ما قلت لحضراتكم المباريات القادمة الصعبة إن شاء الله الفترة اللي جاية كابتن شريف عبد المنعم اشكرك الف شكر يا كابتن شرفتني اشكرك ومبروك وعقبال الماتشات الجايه كلها ونشكر اللعيبه والجهاز الفني كابتن عادل عبد الرحمن شكرا يا كابتن شرفتني كابتن ايمن ومبروك عقبال اللي جاي يا رب كابتن اسامه عرف شكرا يا كابتن شكرا ومبروك وعقبال اللي جاي وان شاء الله نطمن على احمد عبد القادر باذن الله ربنا كابتن احمد بلال شكرا يا كابتن شرفتني محمد هاني كمان مبروك ولو محمد هاني كمان محمد عندي ثلاثة شكر بعد والشكر لكم ايضا اعزائي المشاهدين على حسن المتابعه وعلى امل ان نلتقي بكم مره اخرى واستوديو تحليلي اخر لكم مني اطيب المنى وورقه حياتي